مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ممكن، حلقه للتفاؤل والامل. احنا نملك غير التفاؤل والامل العمل، يعني التفاؤل ولما يبقى عندي امل هعرف اشتغل وهعرف ادي في وسط احباطات كتير. على فكره الاحباط سهل، اني اياس او اصدر لحضراتكم ياس دي مساله سهله، ان اطلع اقطع المتقطع ده سهل، اسهل حاجه في الدنيا. البنى هو اللي صعب، انك تزرع في نفوس محبطه امل ده شيء صعب جدا، بس في ناس قادره على ده. ما عندناش بدائل كتير وما عندناش خيارات، وعندنا عوامل للاحباط. واللي عايز يستسهل يحبط، واللي عايز البلد دي تبقى وحشه يحبط، واللي عايز يقعد يعيط ويندب ويلطم براحته، لكن اللي بيحب البلد دي يتفائل. تفائلوا بالخير تجدوه، كل ما تفائلنا هنلاقي، والعين زي ما بتوديها بتلاقي. عايزه تشوف زباله وفاسدين واهمال وصراع ودعاره وكله موجود، احنا بلد كبيره قوي. عايزين تشوفوا ناس بتزرع وتبني وتشتغل وتنظف وتواجه ارهاب هتلاقوا، كل شيء هتلاقوه. حلقتنا النهاردة هي نموذج للأمل. قبل ما أقول لكم عندنا إيه، عايز أقول لكم نموذج لـ 28 نوفمبر. هو إيه 28 نوفمبر؟ أنتوا قلقانين من 28 نوفمبر؟ أنا مش قلقان، وواثق إن قواتنا وشرطتنا وجيشنا قادرين على من يتخذون المصحف يعني التكئة ويستخبوا وراه على إن اللي بيعملوه ده من الإسلام، وهم أبعد ما يكون عن الإسلام. هما بيرسموا سيناريو سهل مفهوم، يطلعوا مجموعات إخوانية وغيرهم من الداعشيين، على فكرة ما عادش في فارق كبير وهوريكم النهاردة ما بين الإخوان وبين داعش، هو فكر واحد الذي سيساعدني على تدمير هذا الوطن حبيبي ومعايا، اللي هيبني او هيدافع عنه عدوي وكافر. هما عايزين يطلعوا شايلين المصاحف، يجي الامن يطاردهم، يروحوا رميين المصاحف وكاميرات الحظيرة اللي ما زالت بتلعب الدور المشبوه لسه بتروح نفسها. انتوا عارفين مش سهل انها تتوب، اللي تعود مهنة البغاء ما بيعرفش يتوب بسهولة، فمهنة البغاء السياسي صعبة، لا حلاوتها ولا تمنها، فهياخدوا وقت شوية. سيبوهم، ما تشغلوش بالكم بالجزيرة لأن تأثيرها ولا شيء، اشغلوا بالكم بالبلد. فيرموا المصاحف، فالأمن وهو بيشتبك ويجري يصوروا ويقول لك شوف الأمن بيدوس على المصاحف وده حرام يا كفرة. فتطلع إيران النهاردة، كانت الخطبة في إيران فيها هجوم على مصر وتركيز على أنهم ضد الإسلام، وشايفين النموذج فين؟ في التعبئة، والتعبئة تكون فين؟ زي سوريا ولبنان، لبنان اللي مش عارفة، البلد الشقيق مش عارفة تختار رئيس حتى هذه اللحظة، لبنان اللي فيها حزب الله الشيعي، سوريا اللي الشيعة فيها واللي إيران فيها بتدعم هذا الاقتتال والموت والإرهاب طول الوقت. فخدوا بالكم، إيران اللي بتتفاوض مع أمريكا ومع مجموعة الخمسة زائد واحد علشان النووي، وقبل بالتفتيش، إيران اللي ما تعرفش تتنفس فيها ولا تمشي في شارع بدون رقابة، إيران اللي منع حتى النت، بتتكلم عن الحرية وعن الديمقراطية في مصر. ما هي هزلت، بقينا ملطاشة، اللي رايح واللي جاي يشتغل حتة بتاع قد كده قناة يقل أدبهم شوية ويشتغلوا شوية يصوروا، هم اللي هينزلوا يصوروا وقاعدين يصوروا للناس إن يوم 28 ده يوم ثورة. انتوا اضغطوا كويس، يعني بقول للاعلاميين اللي في الجزيره ابقوا شدوا الغطا عشان الدنيا برد اليومين. انتوا قطر صحيح ما بيجيهاش برد، بس اذا جه نسمه كده من الشمال ابقوا خدوا بالكم لا تعوركم، فاضغطوا علشان تحلموا صح. مصر قويه ومتماسكه وعندها جيش وشرطه وشعب ومؤمنين باننا سنتحول الى الديمقراطيه. رايحين ان شاء الله، هناخد وقتنا، مرينا بوعكات كتير، لكن السيناريو اللي بيحلموا بيه مش هيتحقق. احنا شعب مؤمن ومسلم، واستغلالكم للمصحف زي استغلالكم للناس في رابعه والنهضه، الاستغلال المدمر اللي ادى لوفيات انتوا بتتاجروا بيها. ما احنا كانت مفاجاه ان علامه رابعه كانت مطبوعه قبل رابعه،
والتخطيط لرابعة والمتاجرة بيها والإحياء الجديد للإخوان من خلال رابعة، الميلاد الجديد المختلف، كان مفهوم. هما عندهم أمل بس ما يعرفوش إن إحنا اتغيرنا وبقينا فاهمين ومش خايفين وموجودين وهنمارس حياتنا وهننزل ونتحداكوا. إحنا شعب هنتحداكوا وهنكون في الشوارع وهنروح شغلنا وهنشتغل عادي جدا. هو جاي يوم جمعة وإحنا موجودين هنا. أنا جاي لرسالة بتقول لي ميعادك قرب، الثورة القادمة والسجون ومش عارف إيه، والدور عليك، الدور عليك قريب قوي. وأنا بقول لكم أهلا وسهلا. هو كان يعني الدور كان موجود من زمان ومستنيه ومش قلقان، عشان إحنا في مصر ومصر تستحق وهتبقى أحلى. تعالوا فرجكم الإخوان في مظاهرة المطرية وهم بيعملوا بروفا ليوم 28 بيهتفوا لمين، عشان تعرفوا والله لا يوجد فرق، كلهم داعشيون. تعالوا نشوف المشاهد دي. طريقة الهتاف دي بتفكركم بحاجة؟ اوه داعش، اوه داعش، بيشجعوا ماتش كورة. واربطوا انتم وشوفوا مين دول وشوفوا الفكر الواحد ما بين شباب اخواني برافع علامة رابعة وجنبها علم داعش، دولة الخلافة الارهابية مش الاسلامية ابدا، وبيهتفوا لداعش. هؤلاء هم الاخوان الابرياء السلميين اللي هيرفعوا المصاحف يوم 28. ماشي، نجرب ونشوف، واعرفوا حجمكم واعرفوا القوة اللي على الأرض بقى شكلها ايه. خلص العزاء، الأربع ضباط ماتوا امبارح في حادث عربية، حادث سيارة في طريق البحيرة قلبت بيهم أربع شباب زي الورد. خلص العزاء لأسرهم وللداخلية فيهم. احنا على ما بنرب ظابط وبيطلع ظابط كويس كده وعنده قدرات بتبقى مسألة يعني. ف حوادث الطرق مرة أخرى قاسية على المصريين قوي، وعلينا أن نراجع أنفسنا كل الأخطاء دي بسبب إيه؟ قيادة، ضبط، طرق، لازم نشوف ليه بنفقد أولادنا بهذه السهولة. عندنا إيه النهاردة؟ النهاردة عندي ليلة للأمل والتفاؤل. كتير كلمتكم عن ما تسمى قافلة شعاع الخير. قافلة شعاع الخير اللي أسسها صديقي الدكتور عادل قاسم، اللي تعرفت عليه من خلال هذه القافلة ومن فعل الخير اللي بيسعوا ليه طول الوقت، أستاذ في كلية محاسبة. وكلمتكم عن الراجل ده كتير، ومرة كنت بدردش مع زميلي محمد هاني نائب رئيس مجلس إدارة مدير القنوات هنا عن هذا الرجل، فقال لي النماذج دي يجب أن أنت مش مهتم. قلت له مفيش حاجة اليوم ما بهتمش بيها والله. قال لي لا، ده نموذج لازم تقف قدامه، لازم الناس تشوفه،
هذا الرجل البسيط اللي هتشوفوه بعد شوية متمرمط، متمرمط بمعنى الكلمة. الرجل ده استكتر ان يكون عنده عربية في يوم من الايام والناس بتتبهدل في الاتوبيسات او في ناس محتاجة. الرجل ده مات اخوه ومات اخته وبقى يروح يدفنهم ويتقبل العزاء ويطلع جري، لان اهالينا في سينا في وعكة عندهم مشكلات فعايز يكون جنبهم هو وقافلته والشباب زي الوردة هتشوفوه. هذا الرجل عمل عملية في رقبته وكاد ان يبكي، عمل عملية في الفقرات، دكتور بيقول له ما تقدرش تسافر لمدة اسبوعين، وهو متألم جدا وعنده أزمة انه مش هيروح لأهالينا في سينا. هو المرة دي جايب لنا أهالينا من سينا، جايب لنا شباب من قافلة شعاع الخير اللي بتضم طلاب من جامعة الزقازيق وخريجين، وهتعرفوا قافلة شعاع الخير ده عملت ايه في الفترات اللي فاتت. احنا طول الوقت قاعدين نتكلم من القاهرة عن سينا بس ما بنشوفهاش. عادل قاسم ومن معه بيروحوا ينظفوا في البلد ويقعدوا مع الأهالي ويقنعوهم بضرورة تعليم أولادهم، ويروحوا للمدارس الخربانة يعلموا العيال إزاي يلونوا الفصول، إزاي يشاركوا في بناء مدرسة. راح جابهم وجه لففهم وداهم حديقة الأزهر، وداهم المراهي، وداهم القرية الكونية، خلاهم يزوروا مصر بمساعدة القوات المسلحة، ساعدوه مساعدة شديدة في الإقامة، الناس اللي ساعدوه ساعتها كل الناس مد أيديها ما شاء الله. ده كلام كويس قوي. العيال لما رجعوا الصغيرين اللي هتشوفوا منهم النهاردة هتشوفوا انعكاس ده عليهم لما رجعوا بلدهم، فكرة الانتماء كان عزز عليهم. شبابنا لما بيروحوا نفسهم في معهد معلمين عشان يدخلوا البنات، عشان يتعلموا ما يقعدوش في البيت، عشان يطلعوا يعلموا الأجيال الجديدة حقك في الوطن ده ايه. كل ده هتشوفه النهاردة. انا عندي 33 ضيف ما بين اطفال وما بين شباب زي الورد من قافلة شعاع الخير وشباب من الجامعات المختلفة، ومعايا شباب من سينا، ومعانا مجموعة من اطفال سينا طبعا، ومعايا مجموعة من اساتذة الجامعات اللي بيقوموا بدور وفكرة، معايا طلبة جامعة بيقولوا لكم انتم مركزين على اللي بيحرق ومركزين على اللي بيضرب بس مش مهتمين ابدا باللي بيزرع. الناس دي بتشتغل بجهود ذاتية بحتة، بنقعد يعني ندور مين يساعدنا في كذا، مين يعمل لنا كذا. النهاردة كان بيكلمني الأستاذ نيازي السلام مؤسس بنك الطعام، كان مسافر بره ولسه راجع يعني، فبيقول لي احنا جاهزين لكل شيء، احنا عاملين السنة دي بطاطين فاخرة، البطانية اللي بتتباع بره ب 250 و300 جنيه، احنا عاملين عدد كبير اكتر من 350 الف بطانية، احنا عاملين بلوفرات صوف في مصانع، راحوا للمصانع العطلانة وفتحوها من جديد وشغلوها علشان تشتغل وتعمل الحاجات اللي بتتوزع للناس. شغالين في بنك الكساء وشغالين في بنك الشفاء وشغالين في بنك الطعام، حاجة تفرح، حاجة بجد. لما نتكلم عن الأرمان أو نتكلم عن مصر الخير أو نتكلم عن بنك الطعام وبنك الشفاء وبنك الكساء، احنا بنتكلم عن مؤسسات أهلية قايمة بدور عظيم جدا، عايزينهم معانا وعايزينهم يكثفوا في سينا. لما لجأنا وطلبنا من السيد نيازي السلام هو والسيد معز شهدي ساعدونا كل المساعدة وبعتوا ناس وبعتوا أدوية، احنا عايزين أكتر. وهنشوف النهاردة مين هيسمع وقلبه ينور كده ويفرح ويقول أهالينا في سينا مش هم اللي بنقعد نتكلم عنهم، واحد يتمسك نقول خاين ونقول أصلهم تجار مش عارف إيه، بندور على السيء مع إن إحنا قد نكون أسوأ بكثير، ما بنشوفش الحلو. هتشوف النهاردة الحلو، دورنا إن إحنا نشوف الحلو. ويتصادف إن النهاردة هو ميلاد المبدعة فيروز، الصوت نهاد حداد، نهاد رزق وديع حداد ده اسمها، اتولدت 21 نوفمبر 1935. فيروز الجميلة جارة القمر. سألوني الناس، هسيبكم مع مشاهد كده وفيديو قصير لفيروز قديم وهي بتتكلم فيه، هتغني جزء، بعدها هستقبل ضيوفي مجموعة من شباب قافلة شعاع الخير، أستاذ محمود علي، أستاذ محمد علي، أستاذة خلود أحمد، الأستاذة دينا محمود، الأستاذة أمنية أحمد، يشرحوا لنا هم عملوا ايه
وبيعملوا ايه؟ ازاي اتلموا على بعض؟ ازاي بقوا اللي بيخرج منهم او بيسافر او بيتجوز او بيغيب قلبه بيتقطع وبيرجع تاني عشان يقضي يومين في خدمة الناس؟ نلتقي بعد الفصل. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب واخد الهوى بيعز علي. غني يا حبيبي ولا اول مره ما منكن سوا. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب واخد الهوى بيعز علي. غني يا حبيبي ولا اول مره ما منكن سوا. يحرز المشوار كتار هو زوار شوي وبيفلوا وعنا الحنا كله وعنا القمر بالدار ورد وحكي وأشعار. بس سهار بس سهار سهار نحن والقمر جيران. يطلع من قبالنا يسمع الألحان. نحن والقمر جيران لما طلوا زارنا قناطر دارنا رشرش المرجان. اهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما قلت لكم نحن نبحث عن الامل وما بندورش عليه فيكم قش. الامل موجود وكبير وشباب زي الورد وزي الفل وشكل الخير. الشباب اللي انا قاعد معاهم دلوقتي اللي قلقانين وحاسين ان المساله صعبه قوي، المساله سهله جدا. برحب بضيوفي الاعزاء الاستاذ محمود علي عضو قافله شعار الخير. اهلا محمود. محمد علي اهلا وسهلا. طلعوا مش اخوات بس اخوات في الخير. أمنية أحمد تمهيدي ماجستير جغرافيا جامعة الزقازيق أهلا وسهلا. دينا محمود معيدة بكلية التجارة جامعة الزقازيق أهلا وسهلا. دينا إيه؟ دينا محمود عبدالله. عبدالله لازم ثلاثي؟ أه طبعا. طيب جده لازم يتذكر؟ أه طبعا. خلود أحمد عضو قافلة شعار الخير تمهيدي ماجستير تربية جامعة الزقازيق أهلا وسهلا. يا خلود أنتم مجموعة بتمثل قافلة شعار الخير. ناس كتير بتسمعني دايما بجيب سيرة قافلة ما يعرفوش ايه هي القافلة دي او عملت ايه. نبتدي الاول كده تشرحوا لنا ايه القافلة قبل ما ادخل في اسئلة الامتحان. مين اللي هيبتدي؟ طب هقول انا يا استاذ. اتفضلي. قافلة شعار الخير هي اسرة طلابية من جامعة الزقازيق، مقرها في كلية التجارة جامعة الزقازيق. الرائد بتاعها دكتور عادل قاسم مدرس كلية التجارة جامعة الزقازيق. الأسرة دي شعارها شاركنا أنشطة الخير أو اسمح لنا أن نعاونك. يعني لو أنت مش عايز مساعدة مننا فشارك معنا في أنشطة الخير. كويس. هي دي القافلة بتاعتنا باختصار. أنشطتنا في الصعيد وفي سيناء وفي الشرقية أول حاجة، بعد كده رحنا الصعيد ودلوقتي احنا في سيناء ومركزين في سيناء. أو بقالكم كم سنة؟
احنا من 2004. من 2004. 2004. بتشتغلوا بقالكوا 11 سنه تقريبا. العدد بتاعكوا قد ايه دلوقتي؟ احنا كنا في يعني في الاول اربعه، حاليا وصلنا لاعداد كبيره جدا، ممكن مثلا 60 70، بس الاكتف منهم ممكن 20 او 25. مين فيكم راح سينا؟ كلنا رحنا سينا. كلنا كلكم رحتوا سينا وركبتوا على عربيات نقل ونزلتوا حاجات وقعدتوا تغلفوا وتوزعوا على الناس وبيتوا ليالي في الطرق ووقفتوا في كماين، يعني احكوا لي عن بعض مغامراتكم كده. مين نسمع من بنات يعني؟ لا هو للاسف انا رحت سينا بعد ما بطلنا نقف في الطرق يعني. يعني كانوا بيسمحوا لكم؟ رحتي شاركتي ايه في سينا؟ احنا رحنا الاول في منطقه اسمها المغاره. كنا المفروض ان احنا كنا بنظبط مدرسه هناك. ابتدينا اننا المدرسه كان حالتها يعني يرثى لها، ما فيش سبورات، ما فيش ابواب، ما فيش مقاعد، ما فيش شبابيك، الاولاد بيروحوا ما فيش اي حاجه تخليهم يتعلموا. بعد كده احنا رحنا وحاجات بسيطه على قدنا لان احنا غلابه يعني، فاخدنا معانا شبابيك وبواب واخدنا معانا سبورات ورحنا ودهنا المدرسه مع الاطفال ولعبنا معاهم. وهم كمان يعني في اول اليوم كانوا مش متاثرين بينا قوي او ايه الناس اللي جايه دي، بس على اخر اليوم كانوا مش عايزيننا نمشي بس. وابتدينا بقى من هنا ان احنا نروح سينا سنه ورا سنه ورا سنه. الدنيا اتغيرت بقى لكم اصدقاء من اهالي سينا؟ طبعا كتير. بقى لنا 5 سنين في سينا. 5 سنين. في بنات بتشوفوهم عندهم طموح، عندهم احباطات، يعني بتشوفوا سينا زي ما بتظهر في التلفزيون والاعلام، ولا ده وهم؟ لا ده وهم. وهم ايه الحقيقه؟ الحقيقه ان الناس دي بتحب ارض سينا قوي وجواهم خير كبير قوي ونفسهم ان هم يتعلموا ويكملوا تعليمهم للنهايه. بس للاسف المدارس هناك اخرها للمرحله الاعداديه بس، ففي منهم كتير اللي نفسه يكون مدرس. للبنات ولا لكله؟ لا لكله. في حاجه كمان في حاجه كمان مهمه جدا في مدرسه المغاره دي، ان الطفل عندهم بيمشي 6 كيلو في الصحراء عشان يدرس في مدرسه اولى وثانيه وثالثه، بيتعلموا في فصل واحد. يعني اولى وثانيه وثالثه في فصل واحد، ثانيه وثالثه ابتدائي بيتعلموا في فصل واحد، وبيمشي 6 كيلو علشان يروح المدرسه. 6 كيلو في الصحراء الصيف والشتاء. عشان يدرس في مدرسه فيها اولى وثانيه وثالثه في فصل واحد. ده كارثه بالنسبه للطالب وبالنسبه للمدرس كمان، هو كده مش عارف يدي المقرر بتاعه. المدرس كمان بيمشي 6 كيلو؟ لا المدرس كمان ممكن يجي بيجي من العريش للمغاره، ده اكتر من 6 كيلو. المدرس بيسافر ساعتين عشان يوصل، عشان يروح يوصل المدرسه ساعتين، ممكن يقف في الشارع ساعتين عشان يلاقي عربيه، لقى حاجه توديه في قلب الجبل. ايه كمان؟ اشجوني يعني، خلوا الناس تتصدم وتفهم كده واقع اخر عن سينا اللي بيتكلموا عنها وقاعدين ينظروا في اهالي سينا. هم الناس دايما الاعلام بيشبه سينا ان هم الارهابيين، ان هم اللي بيموتوا ويقتلوا. مش ده اللي احنا شفناه. اللي احنا شفناه ناس ما كانتش بتحب مصر في الاول، ما كانتش بتحب مصر من اللي كانوا العزله اللي كانوا فيها. واحد يعني مش عارفين يعني ايه مصر. يعني طفل عمره ما عدى قناه السويس، في شباب هناك عمرهم ما عدوا قناه السويس، ما راحوش العريش اصلا، ما راحوش مدينه العريش يعني هو بيني وبين العريش ساعتين زمن، عمره ما راح العريش ولا شافها اصلا. لما وديناهم في رحله العيش يعني انبهروا، ما كانوش مصدقين نفسهم اللي هم شافوه. المدرسه هناك زي ما زميلتي قالت ما فيهاش، ما كانش فيها شبابيك، ما كانش فيها ابواب، ما كانش فيها سبورات، ديسكات، ما كانش فيها مقاعد. انا شفت صور المدرسه قبل، مش عارف عندنا صور يا شباب ولا لا. احنا عملنا كذا في العرض في البرزنتيشن. طب ما تيجوا نترجم ده للعرض نشوف مين يبتدي. اوكي طيب ماشي. خلود خلود يلا اتفضل. خلونا نشوف مع بعض. خلود هتورينا القافلة عملت ايه، اشتغلت ازاي، وراحت فين، وهنشوف الكلام اللي بيقولوه عملي ازاي، تم ترجمة المشاعر بدون ما يبقى خطب عصماء الى فعل. اتفضلي يا خلود. برزنتيشن تبتدي ولا اتكلم انا؟ حالا هيشغلوا لك، ما تقلقيش. طيب اهو انا بس هقول في الاول التعريف البسيط وبعدها هيكملوا شرح الانشطة. طيب على اسم مصر يقدر التاريخ يقول ما شاء، انا مصر عندي احب واجمل الاشياء. الناس دايما بتسال احنا مين؟ احنا شباب زي ملايين الشباب، احنا شباب بنحب مصر. اخترنا طريق العطاء، اخترنا طريق التغيير، اخترنا ان احنا نغير الواقع بتاعنا وان احنا نشيل هم مصر وان احنا نحل مشاكلها، مش نشيلها همنا من غير ندب ولا لطيم. شعارنا هو ايه؟ شعارنا ام يا مصري، ام يا مصري، مصر دايما بتناديك. حب مصر مش بالشعارات ولا بالاغاني، حب مصر بالعمل والعرق والتعب.
ان انت تتعب عشان البلد دي، ان انت تحاول تغير كل مشكله فيها، ان انت تغيرها للاحسن وتغير الواقع بتاعك. تمام، اتفضلي يا خلود. هيبقى معانا محمد علي. وعلشان احنا من الشرقيه فكانت اول انشطتنا كانت في الشرقيه. احنا عملنا بلطنا مدارس وبنينا حوائط لذوي الاحتياجات الخاصه، تمام، واطفال الاورام جبنا لهم اجهزه وجبنا لهم ادويه ب 4 مليون جنيه، واطفال الايتام ما نسيناهمش في العيد وفي رمضان وفي المدارس، وصولا لاهلنا في الصعيد. وبالنسبه لجدودنا واهالينا الخير والبركه المسنين عملنا لهم زيارات لدار المسنين. محمود، احنا لان قافله شعاع الخير عندها مبدا المشاركه وكل يشارك، فهم اللي محددين مين هيتكلم، وانا محترم ده جدا. طبعا نيجي للغاليه سينا. سينا حبيبه قلوبنا كلنا. لماذا سينا؟ سينا الارض المباركه التي كلم الله عليها سيدنا موسى. سينا خط دفاع هام دفعت عننا في 56 وفي 67 وفي حرب الاستنزاف. سينا فيها موارد تساعد في حل مشاكل مصر. سينا المشكله وسينا الحل. نعم. شعارنا هو سيناء العله وسيناء الحل. ليه العله؟ علشان احنا اهملناها لفتره طويله، احنا السبب. سينا الحل لان بها كنوز وموارد ممكن تحول حال مصر من حال الى حال. وتعالى نشوف الوثيقه الاستراتيجيه الاسرائيليه اللي بتقول ان سينا اللي هي بتقول ان سينا ستظل هدف طويل الاجل له. نغير؟ حالا. سينا الامل وسينا الحل. لازم يكون عندنا علم واراده وتصميم. سينا الامل من خلال اربع محاور متكامله ومتداخله. المحور الاول المشروع القومي لتنميه سيناء. المحور الثاني وهو ممر قناه السويس وبدانا فيه بالفعل. المحور الثالث التنميه المستدامه. المحور الرابع الجهود الشبابيه والشعبيه. المشروع القومي لتنميه سينا. المشروع ده هيقدر يحول سينا ومصر كلها من حال لحال تاني خالص. سينا فيها رمال بيضة، الرمال البيضة دي بتتصدر بره وبترجع لنا سيليكون، ليه احنا ما نصنعهاش في مصر؟ سينا فيها رخام، سينا فيها يورانيوم، فيها صوديوم وفيها فحم. سينا فيها خيرات كتير لو نقدر ان احنا نصنعها ونصدرها بره هتفرق معانا كتير قوي. علشان كده مش لازم نسمع لكلام الاعلام اللي بيقول لازم نهجر اهالينا من سينا، احنا نهجر اهالينا لسينا. عشان نقدر نحافظ عليها ونقدر نحميها عشان خاطر مصر وعشان خاطر سينا. جميل، شكرا يا محمود. محمد تاني. ما كنت خليك هناك. والجهود الشبابيه والشعبيه تنقسم لثلاث محاور. المحور الاول محور الاغاثه العاجله، المحور الثاني الانشطه المجتمعيه، المحور الثالث التنميه البشريه. الاغاثه العاجله عملناها بعد ما كارثه السيول ضربت سينا، واللي بسببها قدرنا نعرف ان الحياه في سيناء مستحيله لانها غير ادميه. وبسرعه جدا عملنا قافلتين، القافله الاولى كانت قافله فيها ادويه، كان ملابس واغذيه وبطاطين، والقافله الثانيه كان فيها سراير ومراتب عشان يقدروا يعيشوا هناك. نغير يا دكتور عادل بالقافله العاجله والقافله الثانيه. النشاط الاجتماعي من ساعتها واحنا لقينا كل الانشطه الاجتماعيه هناك. يوم اليتيم بقينا بنعمله هناك، الزفاف الاجتماعي، الزفاف الجماعي بقينا بنعمله هناك. لاول مره يحصل في سينا يبقى في زفاف جماعي مسلم ومسيحي مع بعض في نفس الوقت، في نفس الوقت مع بعض. ده احنا عملناه هناك. وعلشان ما نقدرش ننسى افضل شريك لينا هناك في سيناء اللي هو بنك الطعام المصري، بنك الطعام اللي ما تاخرش علينا باي حاجه خالص. اي طلب كنا بنطلبه كان هو اللي بينفذه لنا. واخر طلب طلبناه منه في المساعده بعت لنا 17 عربيه نقل محمله بمواد غذائيه. وبرضه بمساعده بنك الشفاء المصري قدرنا نعمل قوافل طبيه لاهالي سيناء. ده رائع. دكتوره دينا. ان شاء الله. المحور الثاني اللي عايزه اكلمكم عنه هو محور المعايشه والتنميه المستدامه. محور المعايشه والتنميه البشريه ده بتكلم فيه عن الانتماء، وكلنا عارفين ان الانتماء في اول صوره بيبدا بالطفل. بس ازاي عايزين نتكلم عن الانتماء ودي شكل مدارسهم ودي صبراتهم وفصولهم من غير ابواب ولا شبابيك، وحتى كمان ما عندهمش استراحات ادميه للمدرسين. لما رحنا وشفنا الوضع بالشكل ده تفتكروا عملنا ايه؟ قعدنا نعيط ونهاجم الدوله ونشتم على النت ونقول شعارات وهتافات؟ بالعكس، احنا قررنا نغير الوضع ده بنفسنا
وبدل ما نجمع اموال علشان شنط رمضانيه او موائد رحمان او مواد غذائيه، احنا رحنا وبنفس الفلوس دي واشترينا اساس وسبرات وابواب وشبابيك، ودهنا الحيطان وركبنا الابواب والشبابيك، وبدلنا المدرسه من حال لحال تاني خالص. بس احنا كنا حريصين في اليوم ده زي ما انتم شايفين كده، دهنا الابواب كده، ركبنا الحيطان، دهنا الحيطان وركبنا الابواب والشبابيك، واتبدلت المدرسه من حال لحال تاني خالص. بس احنا في اليوم ده ما كانش هدفنا ان احنا نطور الحجر، احنا كان هدفنا ان احنا نغير البشر. ففي اليوم ده كنا حريصين على بعض المفاهيم الجوهريه. اول مفهوم كنا عايزين نرسخه في اذهان الناس هناك واذهان الكل، اختيار التوقيت. كنا بنختار يوم عيد تحرير سيناء اللي هو 25 ابريل عشان نشتغل فيه، عشان سيناء اللي اتحررت بالدم والعرق والاستشهاد ما ينفعش نحتفل بيها بالاجازات والافلام والكسل واللهو. سيناء اللي اتحررت بالدم والعرق لازم اليوم اللي نحتفل فيها بيه نكون بنتعب ونشتغل فيه. عشان كده انا باكد على شعارنا قوم يا مصري. قوم يا مصري، الوضع ما بقاش متحمل اجازات ولا هتافات. قوم يا مصري وانا ايديا في ايديك. تاني مفهوم حرصنا كنا حريصين عليه هو مفهوم النظام وتقسيم العمل والجماعية. شغلنا ما كانش بفوضى او ارتجال، زي ما انتم شايفين كل واحد كان عارف هو بيعمل ايه. وفي اليوم ده واهم مفهوم كنا حابين نرسخه هناك ان الفتاة تبقى ايديها بايد اخوها الشاب، لان هم من عاداتهم وتقاليدهم ان البنت ما ينفعش تشتغل مع الولد، فاحنا رسخنا عندهم ان البنت بتشتغل مع الولد. وفي اليوم ده زي ما انتم شايفين المسلم مع المسيحي، والمنقبة مع المنتقبة، المحجبة مع المنتقبة. وعشان التغيير مش أساسات ودهانات وصبرات ومش تطوير حجر، كنا عايزين نزرع الحياة ونزرع الحب، ونعلمهم ان حب مصر مش انك ترفع العلم بس، حب مصر انك تزرعها وتخضرها وتمسك الفسيلة يد بيد مع العلم، والفتاة كانت يد بيد وشقيقها الشاب. وبعد ما المدرسة اتغيرت من حال لحال تستحق ان احنا نرفع عليها علم مصر وراية النصر، وغنينا احلف بسماها وبتربها ويا اغلى اسم في الوجود وحيينا العلم. وعشان دول اطفال كان لازم يفرحوا، فجبنا ترابيزه بينج بونج بابسط التكاليف، وعملنا افلام ومسلسلات ومسرحيات ولعبنا معاهم ونفخنا بلالين، وكان يوم جميل. بس كانت المفاجاه في الزياره اللي كانت في السنه الثانيه، رحنا لقينا الاطفال دي مصممه ان هي تغير المدرسه دي بنفسها، وكان الطفل بيشب عشان يدهن، بصوا الطفل بيشب ازاي عشان يدهن الشباك، وهنا البنوته الصغيره دي طالعه واقفه ازاي وبتدهن الشباك الثاني. كانت هي دي المفاجاه، ان هم عايزين يغيروا مدرستهم بايديهم. مش بس كده، دول كمان كانوا بيزينوا فصولهم، واللي خلاهم يزينوا فصولهم انهم شعروا بادميتهم. الطفل لما شعر بادميته، شوف قارن بين حال فصله قبل كده وفصله دلوقتي. الله عليكم، الله عليكم. احنا هنغني احلى اسم في الوجود وكده ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. ماشي، حافظ خلود تاني ليه في فول ازاي؟ بعد كده كان هدفنا ان احنا نرسخ الانتماء عندهم، بس ازاي هنرسخ الانتماء وهم عايشين في عزله، عايشين في وحشه جوه الصحراء، وحشه جوه الصحراء. كان لازم نخرجهم من العزله دي وننمي الانتماء عندهم. فابتدينا ان احنا نعرفهم بوطنهم. فاول رحله كانت للعريش، عاصمه المحافظه. للاسف اغلب الاطفال اساسا كانوا اول مره يشوفوا العريش، كانوا مبهورين بالبحر وبالجناين وبالالعاب. بلدهم اللي ما بيشوفوهاش، بلدهم اللي ما بيشوفوهاش، واغلب المصريين راحوا العريش. تاني رحله كانت للقاهره عاصمه العروبه، وكان الهدف منها تنميه الانتماء، تنميه الانتماء. وكان اول زياره كانت للاهرامات وابو الهول. عرفناهم تاريخ القدماء المصريين، وازاي المصري القديم كان مقسم السنه لثلاث مواسم، زراعه وفيضان وحصاد. زراعه وحصاد وفيضان، الفيضان ده كان بيستغله في البناء، ما كانش بيضيع وقت، ما كانش عنده اجازات، كانت السنه كلها عمل، ما كانش يعرف الاجازات زينا دلوقتي. عايشين في اجازات. الزياره الثانيه كانت للقاهره الاسلاميه، للقلعه ومسجد محمد علي، وصلنا سوا في الازهر، وخدناهم لحديقه الازهر عشان نعرفهم الجنه اللي بتعجب الناس دي كلها، كانت مقلب زباله. بس اتحولت لجنه عشان ياخدوا ده يبقى درس عملي ليهم. وخدناهم لزياره القريه الكونيه، القريه الكونيه اللي بتلم معالم الحضاريه لمصر كلها، اللي بنتمنى كل المصريين يروحوا يزوروها. وعشان هم اطفال فكان لازم يروحوا الملاهي ويلعبوا. بعد كده خدناهم لزياره تجربه مهمه جدا، تجربه حقيقيه حصلت هنا على ارض مصر، على الشرقيه، على ارض الشرقيه. التجربه دي حولت الصحراء لجنة، حولتها من صحراء الزراعة والحياة، وخدت جائزة نوبل للتنمية المستدامة، خدت جائزة نوبل البديلة. اللي نتمنى التجربة دي تتنفذ في سيناء وتتنفذ في مصر كلها.
بعد كده خدناهم لزياره بانوراما اكتوبر والمتحف الحربي. قد ايه في الوقت ده شعروا بالفخر والانتماء لسينا، مش عشان هما من سينا ولا اهلهم من سينا، عشان عرفوا تاريخ الارض دي وازاي اتحررت ومات على ارضها الاف الشباب. عرفوا تاريخ اجدادهم، اجدادهم اللي طول عمرهم ابطال، اجدادهم اللي ساعدوا الجيش المصري في تحرير سينا، زي سيد خليل اسد سيناء، فرحانه وسالم الهرش ومحمود السواركه. عرفوا الناس دي قد ايه ابطال وساعدوا في تحرير سينا. اهل سينا طول عمرهم ابطال، عمرهم ما كانوا ارهابيين، واكتر ناس بتحب مصر. ربنا يخليهم لينا. والانتماء مش هنتكلم على الماضي بس، لازم نتكلم على المستقبل. فسالناهم نفسكم تكونوا ايه؟ فاللي انا عاوز اكون ضابط، واللي انا عاوز اكون مدرسه، ومريم قالت انا عاوز اكون دكتوره علشان اخدم اهل منطقتي، وعلي قال انا عاوز اكون رئيس علشان اقضي على الفقر. بس هم ازاي هيحققوا الاحلام دي واخر مرحله تعليميه عندهم الاعداديه ومفيش ثانوي؟ مش حقهم، حقهم ان هم يحققوا احلامهم. وسعينا ان احنا نزرع الاحلام دي جواهم. ازاي؟ كنا لما بننزل قوافل طبيه بنعمل لهم بلطوهات ويلبسوها علشان، وهما اللي بيشتغلوا وهما اللي بيقسموا العمل عشان يعيشوا حلمهم، عشان يصدقوه ويتمسكوا بيه اكتر ويتمسكوا ان هما يوصلوا له. وكمان كنا بنكرم الاوائل منهم ونشجعهم، وكرمنا مشايخهم وكبارهم. جميل، الله يفرحكم. يلا يا دينا. ورجع الاطفال للقريه بتاعتهم تاني. بس تفتكروا بعد ما رجعوا لقريتهم كان ايه رد فعلهم؟ اول رد فعل ليهم انهم حبوا يعملوا محاكاه لفكره حديقه الازهر، وحولوا اكبر مقلب قمامه في القريه بتاعتهم لجنه. زي ما انتم شايفين كان الكبير مع الصغير والشيخ مع الشاب، وكل الناس اشتغلت مع بعضها، واشتغلنا ورسمنا الحيطان وزرعنا الارض وتصورنا كلنا في الاخر جنبها. تاني رد فعل حصل وسموا الحديقه دي حديقه الامل. تاني رد فعل حصل ان التغيير ده ما اقتصرش على الاطفال الصغيرين بس، التغيير ده شمل الناس الكبار كمان. واول حاجه عملوها شكلوا مجلس امناء للقريه، وقعدوا يصلحوا ويمهدوا الطرق بتاعه القريه كلها. ثالث رد فعل للاطفال وللاهالي بعد الزياره دي كانت ثلاث شكاوى، ولكنها ثلاث شكاوى مبشره ومبهجه. اول شكوى ليهم كانت من المشايخ والكبار بتوع القريه، انهم قالوا ان الاطفال بتوع القريه اللي راحوا رحله القاهره تخطوهم في العمل المجتمعي، وانهم ما بقوش ملاحقين على الاطفال، وانهم بينظموا يوم اجازتهم اللي هو يوم الجمعه عشان ينظفوا الحديقه بتاعه القريه وينظفوا القريه كلها. تاني شكوى كانت من اهالي الاطفال اللي ما طلعتش الرحله، لانهم شافوا الفرق بين الاطفال اللي طلعت الرحله والرد الفعل الايجابي على شخصياتهم ومبادراتهم في تغيير قريتهم، وبين اطفالهم اللي ما طلعوش الرحله. تالت شكوى، ودي كانت اجمل شكوى فيهم، كانت من قريه جديده خالص كنا ما رحناهاش قبل كده، لسه رايحينها من شهر تقريبا، اسمها القريه 17. القريه 17 دي طلبوا زيارتنا ليهم، فرحنا لهم. قلنا لهم ايه يعني انتوا عايزيننا ليه؟ قالوا ان احنا عايزينكم تشاركونا انشطه مجتمعيه زي اللي انتوا بتعملوها في بقيه القرى، وخاصه الثقافيه منهم. يعني احنا مش عايزين منكم اكل ولا شرب، احنا عايزين انشطه ثقافيه واجتماعيه زي اللي انتوا بتعملوها في بقيه القرى. وعلى لسان احد الاطفال قال هو والناس اللي كانت موجوده الكبار انهم عايزين رحله للقاهره زي الرحله اللي احنا عملناها قبل كده. نفسهم يشوفوا القاهره الاسلاميه، نفسهم يشوفوا بانوراما اكتوبر. فالسؤال اللي عايز اساله لكم دلوقتي، عايز اساله للناس كلها، الاطفال دول واهاليهم اللي نفسهم يزوروا القاهره الاسلاميه بيحبوا مصر ولا بيكرهوها؟ ارهابيين ولا وطنيين؟ انا هسيب لكم انتوا الاجابه. سؤال صعب قوي. طيب انا عايز اسال كل اللي بيشوفونا سؤال واحد، تفتكروا احنا نجحنا في اللي كنا عايزين نوصل له ولا ما نجحناش؟ الاجابه جايه دلوقتي. ممكن نغير؟ هي دي الاجابه. شايفين الضحكه اللي في عيونهم؟ شايفين بيستقبلونا ازاي؟ شايفين الفرحه اللي في عينيهم؟ هما كده كل مره بيستقبلونا. لا مش كده وبس، كمان البنات ما بيبقوش عايزين يسيبونا ويقعدوا يمسكوا فينا ويقولوا لنا هتيجوا تاني امتى، احنا عايزينكم معانا على طول، وبتشعبطوا في رقبتنا ويقعدوا معانا، واول سؤال بيسالوه لنا اول ما يشوفونا انتوا هتمشوا امتى، هتجوا لنا تاني امتى. ولما بيحبوا يدونا هديه بيرسموا لنا علم مصر. بقى بنات زي دي مش من حقها اننا نوفر لها حلم بسيط انها تكمل تعليمها وتطلع مدرسات صالحات؟ وكده بيودعونا بالدموع بالعياط، ما بيبقوش عايزين يسيبونا نمشي. على فكره مش الاطفال بس، اهليهم كمان، اهليهم كمان بيقعدوا معانا
ويحكوا لنا احلامهم، نفسهم يبقوا ايه، عايزين مننا ايه. ما بيبقوش عايزين مننا يا استاذ خيري لا بطاطين، ولا عايزين مننا كراتين، ولا عايزين مننا اكل ولا هدوم. كل اللي بيقولوه لنا احنا عايزين نساعدكم في تعليم ولادنا، عايزين ولادنا يطلعوا دكاتره ومهندسين. بقى بذمه حضرتك عقليه زي دي، انا بسال حضرتك والناس اللي بتشوفنا، عقليه زي دي يبقوا ارهابيين زي ما دايما الاعلام بيصورهم، ولا يبقوا ناس وطنيه بجد؟ بنقعد معاهم على الارض في خيامهم، بنشرح لهم احنا عايزينهم يبقوا ايه، وهم بيحكوا لنا احلامهم ايه. لا وكمان بياخدونا يفسحونا وبيودونا الاماكن البسيطه بتاعتهم، اماكن على قدهم، بس هم بيحبوا يوريها لنا لانهم حبونا. ولما عزمناهم على الفطار في رمضان، القريه كلها واطفالها سابوا البيوت والاكل الكويس وجم يفطروا معانا عيش وجبن. الله يا بختكم. انا عايز اسال كل اللي بيشاهدنا دلوقتي سؤال واحد بس، يرضيكوا؟ يرضيكوا ان اطفال زي دي تفضل محرومه؟ يرضيكوا انهم يفضلوا معزولين كده؟ يرضيكوا انهم ما يتعلموش وما يحققوش احلامهم؟ يرضيكوا ان اطفال زي دي بدل ما يطلع منهم زويل ونجيب محفوظ يفضلوا مهمشين كده؟ يرضيكوا ان ثلاثه زي اللي في الصوره اللي انتوا شايفينها دي بدل ما يطلعوا ضباط يحموا الوطن ويحرسوا حدوده يتحولوا لمجرمين ويوجهوا بندقياتهم لينا؟ يرضيكوا ان دي تبقى مدارسهم بالمنظر ده؟ دي فصولهم، سوري، دي حماماتهم، بيكتبوا على الرمل، بيتعلموا على الرمل. على فكره دي المدرسه اللي احنا هنروحها بعد شهر، وعايزين مصر كلها تيجي معانا عشان نغير سينا ونعمرها. لو ما كانش الحال ده يرضيكوا، فانا عايزاكوا كلكوا، كل شباب مصر، يجوا معانا ايدهم في ايدينا نغير سينا ونعمرها. احنا دول، احنا جامعه الزقازيق وجامعه عين شمس واكاديميه السادات وجامعه هليوبلس وبنك الطعام وبنك الشفا، وعايزين كل جامعات مصر وشبابها يبقى معانا، ويبقى هدفنا كلنا قوم يا مصر، قوم يا مصر، يا مصر دايما بتناديك. يعني ربنا يوجع قلبك. حاجه تكسب. قوم يا مصر. راجل واحد اسمه عادل قاسم، شباب صدقوه، دوله وحكومه مش عارفه تعمل ده، شويه بيبان، شويه كراسي، شويه جدران بتتلون، بس مش ده هو الحب اللي صدقوه الناس اللي راحت وبامكانيات بسيطه جدا، ويعني كل واحد قطع من قوته وساب بيته. على فكرة أنا اللي عارف المعاناة اللي كانوا بيعانوها، كانوا بيقفوا في عز البرد والدنيا بتمطر ورايحين عشان يلحقوهم، ويقعدوا بالليالي في كماين أيام ما قواتنا كانت واقفة بتأمنهم وكانوا بيحموهم علشان يقدروا يوصلوا للأماكن دي. الحب بس. عايزين تلحقوا الشباب بجد؟ عايزين تسمعوا؟ لسه الحلقة ممتدة، بعد الفاصل هيكون معايا الدكتور عادل قاسم، هيكون معايا شباب من سينا، استاذ محمد تمساح وهو احد الناشطين، استاذ هيثم راتب مدرس بمدرسه المغاره، هنشوفه بيعاني قد ايه عشان يوصل مدرسه، ومعايا الشيخ سلامه سالم شيخ كتاب قريه نجع شيبانه بسيناء، وهو من قبيله السواركه على ما اعتقد، ومعانا مجموعه من اطفال سينا. بس قبل ما نطلع، هي الليله للتفاؤل مش للاحباط، اللي احنا شفناه ده اذا كانوا الشباب الصغيرين دول قادرين انهم يعملوا ده والحكومه مش قادره تعمل ده، او ما حدش من الحكومه ولا وزير التربيه والتعليم يقول هنعمل مدرسه ولا مدارس للثانوي، ولا حد من رجال الاعمال المحترمين اللي دمهم خفيف هيقول لنا هوفر اتوبيسين للعيال دول علشان ما يمشوش 6 كيلو في البرد والصيف، يبقى ما فيش امل. يبقى دول اللي فيهم الامل، بس انتم محبطين. هنغني نقول ايه؟ قوم يا مصر، قوم يا مصر، يلا قوم يا مصر. مصر مصر دايما بتناديك، قوم يا مصر، مصر دي واجب عليك، قوم يا مصر، مصر دايما بتناديك، قوم يا مصر، مصر دي واجب عليك. وفي امل ان شاء الله، في امل طبعا طول ما انتم موجودين. خرجنا يا عم. We'll be right back.
الأولى قلنا جاي لك وجينا لك ولا تهنا ولا نسينا. طيب والتانية قلنا ولا رمنا يا فرمالي عن القول والله ما سينا. أي والله. والثالثة انت حمي وانا حمالي صباح الخير يا سينا وصباح الياسينا رسيت المرادينا صباح الياسينا رسيت المرادينا تعال حضنينا الدافي جمينا وبوسينا يا سينا يا سينا. مين اللي قال كنت بعيدة عنك كنت اللي في سواد النيل مش سهل عالشبان يسوق عن الأوطان على رمل شطيتينا قلنا يهون علينا ده أول الشكار ده أول الشكار وصباح الياسينا تجريد المراتينا وصباح الياسينا تجريد المراتينا تعالي كلنا تابي كلنا وبدينا. صباح الخير ومساء الخير يا سينا، واهلا وسهلا بيكم في حلقه للامل والتفاؤل والخير والحلول السهله والبسيطه. كل شيء في البلد دي ممكن يبقى كويس، المهم تخلص النوايا، واذا كان افراد وشباب يقدروا يعملوا كده كل شباب مصر يقدر يعمل ايه؟ طب الحكومه تقدر تعمل ايه؟ خلونا نرحب بضيوف الاعزاء. اولا الاستاذ الجميل الانسان عادل قاسم، مساء الخير يا دكتور. مساء الفل. والحمد لله على سلامة رقبتك. الحمد لله. الحمد لله بالشفاء افتكار الرحمن كله رحمة الحمد لله. كانت عملية صعبة. الحمد لله كله خير الحمد لله. الحمد لله. الفقرة خرجت من الشيل. انا بشوف لك صور وانت بتشيل كراتين قد كده ونايم على ظهر العربية من فوق وحاجة يعني صعبة قوي. الحمد لله. الحمد لله. معنا كمان الشيخ سلامة سالم شيخ كتاب قرية سلامة سليمان سويلم. سلامة سليمان سويلم شيخ كتاب قرية نجع شبانة بسيناء، أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور حبيب. معانا الأستاذ متغيرته الأماكن. طيب طب مش تعلموها الأستاذ محمد سلامة الشاعر، أهلا وسهلا. طبعا أنت محمد سعد، محمد سعيد تمساح، باين أنك تمساح باينة صح. والأستاذ هيثم راتب مدرس مدرسة المغارة بسيناء، من اللي بيمشوا أنت بتيجي من العريش برضو، أهلا وسهلا بيكم. ومعانا اولاد زي الفل، ازيكم يا اولاد؟ كويسين مبسوطين ان انتوا في مصر؟ مبسوطين ان انتوا طالعين في التلفزيون؟ طب انا عايز اسمع اسماءكم، كل واحد يقول لي اسمه كده. اسمك ايه؟ زينب ابراهيم. سنه كام؟ الاول الاعدادي. ها ولاء مصر. ها سنه كام؟ في سنه كام يا ولاء؟ خمسه. أميمة سنة ستة. سارة ستة. اسماء سلمان أولى إعدادي. أولى إعدادي. أحمد سلمان أولى إعدادي. أنتوا إخوات؟ خمسة ابتدائي؟ وليه بتضرب أولى إعدادي كده؟ هو أنت مستعجل؟ عايز تدخل إعدادي؟ ما شاء الله. يوسف مهدي. ها؟ يوسف مهدي. يوسف مهدي. يوسف مهدي؟ في سنة كام؟ خمسة. اسمك إيه؟ خالد مهدي. ها؟ خالد. خالد؟ سنة كام يا خالد؟ رابعة. رابعة. محمد سلمان الغلط.
سنة كام؟ سلمان أحمد سلام صف خامس. يا أهلا وسهلا بكم منورنا. دكتور عادل أنا عايز أسيبك تدير هذا الحوار وتطلع اللي أنت عايزه يوصل للناس وهم بيشوفونا وتجرب شغلانة المذيع شوية وأنا هساعدك. تحت أمر حضرتك. في البداية اسمح لي أذكر فريق الإعداد، احنا كنا مزعجين بالنسبة لهم بشكل فوق الوصف. عملنا حاجة مهما 33 ضيف في حلقة واحدة، كانت عاملة ربكة لكن بسم الله ما شاء الله سدوا فيها تماما. فالشكر لحضرتك والشكر لفريق الإعداد، شكر لولادنا لشيخنا الجميل والكبير اللي برغم الظروف اللي موجودة دلوقتي في حظر التجول انما حرصوا تماما على انهم يكونوا موجودين طبعا معنا. ده جهد كبير انه يقدر يجمع لنا حتى الطلبه دول ويجيبهم. وبالمناسبه الاسر في القريه لا يمكن تسمح لولادها يسافروا الا برفقته، وهو كان نواره الرحله اللي جت، كان من الاطفال اللي موجودين كان هو اللي مرافق ليهم في هذه الرحله، نموذج مشرف لشيخ كتاب قريه. عندنا انطباع ان الكتاتيب تخلف، هذا الرجل والمشايخ اللي قابلناهم بالفعل ناس عندهم قدر من الاستماره، شباب جميل من فكره خير شمال سيناء. دول فكره خير، فكره خير، دول ذراعنا الايمن اللي بنعمل بيهم معظم الشغل هناك. فيهم كمان نموذج المدرسه اللي انتوا شفتوها، بنقول ازاي فرد يغير مجتمع، ازاي تحصل. هذا الرجل مدرس في المدرسه، مدرسه المغاره. نعم. وهو اللي قال لنا تعالوا، وهو اشتغلنا مع بعض. احنا هنسمعكم اولادنا اللي جايين من سيناء، من رفح، من رفح، من على الخط الحدودي. هتشوفوا الاطفال دول بيحبوا مصر قد ايه، واذا كانوا الاطفال بيحبوا مصر امال مين اللي رباهم؟ فاهليهم هم كمان بيحبوا مصر. انا مش عايز اخد مساحه كبيره لان في كلام كتير يتقال. الناس دي احنا اتعلمنا منهم مجموعه من القيم الجميله. عندهم لقات، لا للتفرقه بين القبائل، لا للحزبيه، لا للتفرقه بين المراه والرجل. ماشي؟ في سينا. في سينا. اكثر من هذا بيقولوا درس رائع انا لم اسمعه من احد. الإسلام كالماء، وجاءت الجماعات، كل جماعة حاولت تحط صبغة على الماء وتختزل الإسلام في هذه الصبغة وتحاول إنها تشد المسلمين إلى هذه الصبغة، ودخلنا في صراع صبغات، ويبقى أن الإسلام كالماء. ما الكلام اللي بنسمعه منهم؟ نعم. من يبني جماعة لا يبني أمة، ومن يبني حزب لا يبني وطن. كلام أكثر من رائع. شيخ سالم. نعم سلام. شيخ سلامة. نعم. إحنا بنيجي عندك وبنتعلم منك. الله يكرمك يا شيخ. وأنت معلم أجيال. الله يكرمك ربنا. نعم. وأنتوا منورين النهاردة السي بي سي، منورين القاهرة كلها. نعم. يا ترى حضرتك بالورطة اللي أنا فيها كمذيع، حضرتك تحب توجه ل اخواتك الجمال بتوع شعب مصر، ايه الرساله اللي حضرتك تحب توجهها لهم من قلب سينا؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اوجه لهم رساله انه شباب سينا وخاصه الاطفال شباب مصريين بامتياز، عشان كده حنسمع انشوده انا مصري. طيب. واحد اثنين ثلاثة. مسيحي أنا مصري، بدوي وحضري أنا مصري، مسلم ومسيحي أنا مصري، بدوي وحضري أنا مصري، بحري وقبلي أنا مصري، أنا مصري دايما أنا مصري، أنا مصري دايما أنا مصري، في جد ولعبي أنا مصري، في فرحي وحزني أنا مصري، في جد ولعبي أنا مصري، في فرحي
فرحي وحزني انا مصري وشتفنا حياتي وانا مصري ولحمي انا مصري انا مصري دايما انا مصري انا مصري والله انا مصري في كهولتي ايضا انا مصري في شبابي والله انا مصري في كهولتي ايضا انا مصري وستفنى حياتي وانا مصري انا مصري دايما انا مصري انا مصري دايما انا مصري بخت مصر بيكم يا بخت مصر بيكم ده فخر مصر ان انتوا مصريين. ثانيا احنا الاسبوع اللي فات نزل علينا غيث من ربنا سبحانه وتعالى. نزل علينا غيث مطر وزرعنا القمح. زرعنا قمح اللي به نقتات. ومن ثم علمنا اولادنا كيف بيصنع الرغيف اللي احنا بناكله. بيمر على ايه من الخطوات حتى نشتريه بخمسة صاغ أو بعشرة صاغ وناكله. عشان كذا حنسمعكم نشيد الحصاد. واحد اثنين ثلاث. زرعنا القمح في زمن وفي بشر حصدناه حملناه إلى جرن يسر العين مرآه دعونا الثور يأتينا وقلنا الله يغنينا تعالوا فرنا ثم غنينا وبعد الكد غنينا تعالوا فانظروا الحبة دقيقا أبيض اللون أنا العجان ذا عملي ذراعي تحسن العجنة أنا الخباز بالحيلي رغيفي يترك الفرن رغيفي أنت من قمحي غذاء أنت للناس تجيء البيت في الصبح لتطوى بين أدراسي. الله الله أنت بتحفظ مع حضرتك في الكتاب الأغاني دي؟ نعم والأناشيد دي؟ نعم أنا بحفظ مش قرآن بس؟ لا مش قرآن لا مش قرآن الكتاب عندي قراءة وكتابة نظرا لتدني التحصيل في التعليم في المدرسة ومن ثم أنا اشتغلت مدرس 47 سنة ما بين مدرس كتاب وبين مدرس حكومة فاتضح لي أنه نسبة التعليم متدنية ومن ثم ما نقدر أنا ما أقدر أغير المدرسة ككل قلت لا أنا أفتح كتاب ففتحت كتاب للأولاد المتعسرين أو اللي ما عندهم تحصيل جيد ففتحنا كتاب من سنة ونص والحمد لله هذا الأولاد هذول وغيرهم 60 طالب 60 طالب الدكتور عادل شافني هم بيكتبوا على الأرض الرمل الرمل إحنا ما عندنا مشاكل في التعليم ما فيش كراسة نكتب على الأرض ما فيش قلم نكتب بأصبعنا ونتعلم مستعدين مش عايزين مدارس لأنه شبانة فيها 4 مدارس ابتدائي وفيها مدرسة إعدادية وفيها تعليم أزهري ابتدائي وإعدادي وثانوي بنات لكن التعليم العادي ما فيهوش غير إعدادي في قرية في قرية واحدة نعم إذن والنتيجة يطلع من الحلقة الابتدائية مش عارف يقرأ وقت مش عارف يكمل مش عارف يقرا ويكتب يعني بيطلع من الابتدائي ما بيعرفش يقرا ويكتب ما بيعرفش واروح اعدادي وينجح و10 8% بروح الثانويه والباقي 97 92% بروح التجاره وبروح الصناعه ومن ثم كم مهمل نعم والصناعه والتجاره والثانوي فين في بلد ايه في مركز اذا احنا بيروحوا فين يا شيخ سالم نعم الثانوي فين الثانوي موجود في الجوره بيسافروا له في البندر حوالي 8 كيلو تمام 8 كيلو في الفتره السابقه من 67 لغايه 82 الفتره هذه كانت المنطقه اللي انا فيه 40 كيلو على الدائر دائره قطرها 40 كيلو ما فيه مدرسه حكومية الحمد لله
الحمد لله الحمد لله إنه ما فيه في قريتي والقرى المجاورة راجل عمره 45 أو 50 سنة إلا بيقرأ ويكتب. في قريتك شبانة؟ في قريتي شبانة والقرى المجاورة، لأنه كان ما فيه كتاب، كان كلهم بيجوا عندي. فأي واحد عمره 47 سنة أو 48 حتى 50 سنة، لأني أنا عمري دلوقتي 66 سنة، ثلث العمر، من 20 سنة وأنا معلم للأطفال، معلمهم القراءة والكتابة، وهذا شيء أنا أعتز به وأشعر به، دور عظيم. بعد ما طلعت من التربية والتعليم معاش، وجدت ضالتي في هؤلاء الأطفال. دول الأطفال تعلموا، هم اللي أول ما رجعوا القرية قالوا هنعمل حديقة أزهر. هم دول اللي كانوا في الزيارة وقالوا نعم حديقة الأزهر. نعم وحديقة الأزهر عملنا حديقة واسميناها حديقة الأمل بفضل الرجل الطيب والمساعدين. ومن ثم إحنا معنا كتالوج كذا لحديقة الأمل. إحنا شفنا الصور من شوية. نعم في لا أهمل لا أهمل إنه عايزين تدعيم للكتاب، تدعيم للكتاب، لأني أنا في قريتي وأحب إنه تنتشر. يعني إيه التدعيم؟ إيه التدعيم؟ التدعيم مادي ومعنوي. نعم مادي ومعنوي. المادي أنت أعلم بتحصيله، والمعنوي إحنا عايزين رحلات، تشجيعات للأطفال. اللي اتضح لي إنه ما عندهم ملكة القراءة. نعم ليه؟ لأنه مش عارف يقرأ. فاتضح لي أنا علمت القراءة والكتابة، والحين كل واحد من اللي يجيب له الكتاب حيقرأ 100%، لكن أقول له خذ القراءة هي الصفحة إذا قراهي بكرة يجيني بنفس المستوى اللي دلوقتي، لأنه ما عنده ملكة للقراءة. ليه؟ لأنه متعسر أصلا يقرأ إيه ويكتب إيه. فلو مع التشجيع الحمد لله، مع التشجيع البسيط، عايز تمويل فلوس تجيب لهم كراسات، يجيب لهم كراسات المدرس سبورة. اللي قاعد لو تعمم الموضوع هذا على القرية، على أحياء القرية والقرى المجاورة، حيحتاج إلى مدرس. طيب هي دي المشكلة بس؟ يعني لا، مش هي المشكلة. دي المشكلة التي تعوق التنمية. هذه المشكلة تعوق التنمية. إنسان جاهل لا يعرف القراءة والكتابة تطلب منه تنمية إزاي؟ نعم دي عايزين تنمية بشر أولا، وهذا إحنا قادرين عليها بالجهود الذاتية، ولكن عايزين دعم أكثر. طيب تفضل يا دكتور كمل ضيوفك. في ابننا من محمد شباب محمد محمد شاعر محمد شاعر، تفضل يا محمد. أول حاجة أنا سعيد جدا بوجودي معك، وقصيدة أحب أقولها نداء من شباب سيناء. تفضل. لأمنا العزيزة مصر، أقول سيناء تنادي يا بشر، سيناء تنادي يا وطن، سيناء تنادي يا وطن لب النداء، سيناء بتسأل وينهم نعم الرجال، علمتنا وفهمتنا كل معنى للوفاء، علمتنا وفهمتنا وثبتتنا كالجبال، شعاع الخير وفكرة خير دايم بالعطاء، ثورة شباب مشرقة تجلب إلى مصر المنال، صغارنا قاموا وقالوا يا وطن إحنا الفداء، صغارنا قاموا وقالوا يا وطن إحنا الفداء، بالعلم نبني مجدهم والعزم ما فيه المحال، هتعلموا وهتهندسوا وتبدأوا رحلة بناء، بالعلم قوموا وانهضوا والجهل مأواه الزوال، ها هم شبابك يا وطن جاءوك للداء بدواء، وابتدوا مجد الوطن من فوق حبات الرمال، قالوا قديما في الحكم من الصعوبة والدهاء أن تبني جسرا من أمل فوق بحر من خيال، انتوا جينا للتقدم انتوا قهار العداء، ابدأوا بخيط الخيال توصلوا البر الأمان. أم العزيزة ويا وطن، أم العزيزة ويا وطن، هيهات من طول العناء، انتي فخر انتي مصر، اعفينا من نار السؤال، جينا وتركنا خلفنا الكل يعمل في خفاء،
يا مصر ودنا التنمية، نحن ما بعد القناة. الله الله الله. طيب أنا عشان نكمل لازم أطلع فاصل، هطلع فاصل وحنرجع نكمل مع باقي ضيوفنا الأعزاء ومع الأطفال قبل ما نستقبل ضيوف آخرين، نلتقي بعد الفاصل. سينا سينا معنا إيه؟ كل ده عشان إيه؟ هو إيه في الكون زايد عليه؟ سينا سينا أرض الله اللي كرمها يوم ما كلم موسى وصى عليه. مهد لانتياداتي سينا، أنت يا ورسالاتي سينا، لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن. سينا طريق سلام وأمان سينا، إبراهيم والعقرة وعيسى ويوسف خطوا عليها. سينا ابن راح ومجاش، ما ضاعش حقه بلاش لما كان في حرب ما استناش. سينا جت بتضحيات حب انكر زاد، سينا جت بسلام ما سلمناش. سينا مهد لانتياداتي سينا، انبياء ورسالاتي سينا، لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن. سينا سينا حق اتجاب، عمره يوم ما تساب، يا مدى حبار صغر وشباب. سينا سينا يعني سلام، صورة راح يا سلام على الجمال الساحر الخلام. مهد لانتياداتي سينا، انبياء ورسالاتي سينا، لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن. طريق سلام وأمان سينا، إبراهيم والعقرة وعيسى ويوسف خطوا عليها. سينا طمعوا فيها كتير بس دفعوا كتير، أرض طهرة وليها رب كبير. سينا من بداية الكون ربك خلقها تكون رزقها واسع وكلها خير. مهد لانتياداتي سينا، انبياء ورسالاتي سينا، لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن. طريق سلام وأمان سينا، إبراهيم والعقرة وعيسى ويوسف خطوا عليها. مهد لانتياداتي سينا، أنبياء ورسالات سينا، لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن. طريق سلام وأمان سينا، إبراهيم والعقرة وعيسى ويوسف خطوا عليها. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى في حلقه للتفاؤل والامل. مشاركات المشاهدين على الهاشتاج بتاعنا ممكن يا سينا. احمد وائل بيقول نزودها باماكن سياحيه وبفلوس هنطورها اكتر واكتر لغايه ما تبقى زي الجيزه والقاهره. علاء احمد بيقول هي سينا محتاجه افكار ولا محتاجه اراده سياسيه لتنميتها؟ مرمر سيناء فيها اماكن كتير ممكن نستغلها سياحيا، وممكن نعمل منشات تخدم على القناه الجديده ونوفر بها احتياجات السفن، وكمان ممكن نعمل نقاط استغاثات على الطرق، ولازم ناكد على وجود اسعاف طائر، ونعمل مستشفيات مجهزه وجامعات شامله كل التخصصات ومصانع وتجمعات سكنية أسعارها مناسبة عشان لازم يكون هناك حياة كاملة متكاملة. غنام عبد العزيز بيقول ممكن أوي يا سينا، فكلنا خلفك بجانبك من كل عابث. رودي بتقول إنشاء متحف يضم أهم 100 قطعة من أثار مصر إلى جانب مدينة ترفيهية. لوزة بتقول بجد ادتوني أمل، ربنا يكرمكم ويحفظكم، أتمنى أكون زيكم.
نيلي جوزي بتقول الله يبارك في الشباب المحترم اللي بيحب مصر، والله شباب يتقل بالذهب مش الخيابة اللي كارهين مصر وناسها، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. دكتور عادل هسيبك تكمل، وعايز اسمعك وانت بتقول لي انتوا محتاجين ايه، سينا محتاجة ايه مننا، من الحكومة، من رجال الاعمال، من المجتمع المدني؟ سينا محتاجة ايه؟ سينا اهملت، سينا تحملت عن مصر حرب 56 وتم احتلال سينا. نعم. ثم بعد هذه الحرب عمرنا بورسعيد واهملنا سينا، وبعد 67 سينا احتلت، ثم عمرنا مدن القناة واهملنا سينا. سينا تحملت عن مصر حرب 56 و67 وبتتحمل حاليا عن مصر معركتنا ضد الإرهاب، بس للأسف احنا مشخصينها غلط، هي مش معركة ضد الإرهاب. نعم. هذه المعركة، المعارك اللي فاتت كانت لإسقاط النظام، هذه المعركة لإسقاط مصر. اللي مطلوب أن مصر تلحق بالعراق وباليمن وبسوريا وبليبيا وبليبيا وبالسودان. المعركة اللي بياخدها الجيش المصري حاليا لإبقاء مصر. الجيش بيقوم باللي عليه، تمام. مفترض احنا نقوم باللي علينا. الجيش وظيفته ان يقفل النفق، لكن انا وظيفتي ان اوفر للشاب اللي كان بيشتغل في النفق مصدر رزق، مش وظيفة الجيش. يعني احنا عايزين نشيل عن الجيش المصري، لان الجيش المصري لاول مرة في تاريخه بيحارب معركة ممتدة من اسكندرية لأسوان لحدود ليبيا لسيناء بالكامل، معركة واسعة قوي. لازم نكون في ظهره. مين اللي في ظهره؟ الجامعات المصرية هي المؤهلة انها تكون الجامعات، الجامعات المصرية بما فيها من تخصصات مختلفة. يعني النهاردة احنا بنتكلم عن ممر القناة، وهيقولك الأساتذة والشباب يقولوا لك تصورهم ايه لمشاركتنا في ممر القناة. لكن مثلا رفح الجديدة، رفح الجديدة، ما الجامعات المصرية هي اللي تخطط رفح الجديدة. الجامعات المصرية فيها أقسام علم اجتماع وعلم نفس وتخطيط عمراني، مفروض إنها تنزل وهي اللي تضع. إحنا لما بنروح أحيانا للأسف بنصدم لما بنلاقي مباني الحكومة بنتها والأهالي مستكنين فيها في منطقة الوسط، لأنها مش مبنية بطريقة اللي بيعيشوا بيها الأهالي. نعم. أنا النهاردة بقول لو سمحتوا هناك دور للجامعات المصرية يجب أنها تقوم به لمصلحة حاجتين، لمصلحة مصر أولا ولمصلحة الجامعات والوضع اللي متردية فيه. انتوا شفتوا نموذج لشباب الجامعة، ليه ما يكونش معظم شباب الجامعة بهذا الشكل؟ ادوهم، افتحوا صدركم. أستاذ خيري أنا كان نفسي امبارح أنا دمعت، كان نفسي أبوسك وانت بتتكلم عن احتواء الشباب. قضية احتواء الشباب، احنا لو فتحنا انتوا شفتوا الشباب دول، الشباب دول بالمناسبة مش كلهم فكر واحد ومش كلهم اتجاه سياسي واحد، لكن كلهم انتماء لوطن واحد. وده اللي نختلف، نختلف سياسيا ولكن التقينا على ان احنا نبني مصر ونطبطب عليها ونقول لها ما تزعليش، مصر كل يوم بتدمع بالشباب الجميل اللي بيستشهد. احنا لازم نكون في ظهر الجيش ولازم نكون في ظهر الدولة. بالمناسبة أنا مش جاي النهاردة أتكلم عن تقصير وزارة التربية والتعليم ولا وزارة الصحة. إحنا عارفين بلدنا وحالتها المتأزمة اقتصاديا. أنا مش هزايد على وزارة التربية والتعليم ومش هزايد على وزارة الصحة. إحنا جايين إحنا نكمل، اللي مش عاجبه وضعي يتفضل يجي ويغير معانا. يا سيدي هات شباك، هات سبورة، تعالى عيش مع الأطفال. أنا جايب لك هدية النهاردة، أربعة في عز العزة والمرض فوجئت بأربعة إعدادي وثانوي من أطفال العيلة عايزين يروحوا سينا، عايزين يروحوا سينا وأهليهم عايزين يروحوا سينا. فاتفقنا إن إحنا إن شاء الله في أجازة نص السنة أنا طالع بقافلة بتاعتنا وقافلة عائلية بما فيها أطباء. يا أستاذ خيري إحنا محتاجين دعم فقط من المؤسسات الأهلية، يعني النقابة زي المهندسين. وانا تحدثت مع النقيب ولعله فعلا ووعدني ان احنا عايزين نبني مدارس، نبني مدارس شاملة، عايزين حد يساعدنا في هذا الامر. نقابة الاطباء، يا استاذ خيري انا حزين ان لما بيحصل اي حرب في غزة عند اهلنا في غزة
كويس؟ نعم. بيجري نقابة الأطباء بأدوية وأطباء. طب وأهلنا اللي في الطريق ده كله؟ محدش، المستشفيات ما فيهاش دواء. الله، ما تسألوا فيهم، هو لازم إسرائيل تضربهم يا جماعة عشان تيجوا وتعمل لهم قوافل؟ فأنا جاي النهاردة إحنا بنقول إحنا إيد بإيد، دي أمنا مصر، مش هشكي تقصير دولة أبدا، لكن تعالوا لو سمحتوا، اللي زعلان من أي حاجة يجي يبني معانا، اللي زعلان من كامب ديفيد يتفضل يجي ينقذ سينا معانا. إحنا النهاردة جايين نقول لحضرتك إحنا عايزين بالفعل نعمل مجمعات تعليمية وعلاجية بسيطة جدا. التصميم الأرض كتير والأراضي كتير، كويس؟ الوزارة معذورة لما يكون القرية فيها 27 تلميذ، مش معقولة هتعمل لكل 3-4 طلبة فصل ومدرسين وكيلو. فإحنا عايزين نجمع كل 5 قرى مع بعض ونعمل مدرسة، كويس؟ تبقى في وسيلة نقل، ويبقى في وسيلة نقل وتبقى متكاملة، ويبقى فيها عيادة تعالج الأطفال وتعالج الأهالي، يبقى فيها محطة تحلية مية صغيرة تشرب الأطفال وتشرب الأهالي. أنا بعت في شريك شريف لنا حقيقي بنحطه فوق دماغنا من فوق، بنك الطعام. نعم. وولاد بنك الطعام، يعني على دماغي الأستاذ نازي السلام ودكتور معز، لكن ولادهم عرفوا يربوا أولاد مقاتلين بييجوا يوزعوا معانا وبييجوا يلبوا كل احتياجاتنا. أنا طالب من بنك الطعام حاجة جديدة أرجو أن يساعدنا فيها. أنا طالب أن كمان عايزين نعمل وجبات مدرسية، كويس؟ إحنا عايزين نحتضن سينا عشان ما تضيعش مننا بأمرين، بالاحتضان والتنوير. نعم. الاحتضان والتنوير، الاحتضان له أدواته، كويس؟ سواء مشروعات صغيرة عشان الأنفاق اللي تقفل. أهم حاجة يا أستاذ خير عشان سينا ما تضيعش، إن أهل سينا يسترزقوا ويرتبط مصالحهم بينا مش بغيرنا. دي قضية جوهرية، نجحوا في إن يربطوهم لأن ما فيش وسائل رزق، أعمل إيه؟ فالأنفاق كان ليها أساطين لكن ليها غلابة شغالة فيها. إحنا وظيفتنا مش وظيفة الجيش، الجيش كتر خيره بالدور اللي بيعمله، دي وظيفتنا إحنا. أين أنت يا جامعات يا مصرية؟ أين أنت يا مجتمع يا مدني؟ أين أنت يا نقابات اللي بتهبي لما غزة بتضرب؟ قلبنا بيتذبح في سينا كل يوم والناس بتشكو من الأرزاق. أرجو نحط إيدينا في إيد بعض. كان ليك تعبير أنا سرقته منك أو يعني اقتبسته قفزت عليه، إن النشط السياسي مش هو اللي بيتظاهر ولا بيضرب ولا بيحرق، النشط السياسي هو اللي بيبني. يا ريت تقول التعبير زي ما أنت قلته. يعني أنا بقول إحنا والحمد لله معظمنا والشباب اللي أنت شفتهم دول كانوا في التحرير. نعم. وجزء منهم نزل في 30/6 وجزء لأ. تمام. ماشي؟ لكن كلنا عندنا أمارة، شفت إحنا عملنا إيه في الشرقية للأسف الإعلام عامل لي مجموعة من الناس نسميها نشطاء سياسيين، قاعد يشتم لي على تويتر طول الليل وينام للعصر ويصحى يجي في التلفزيون انتم ملمعينه وتاخدوا رأيه كل حاجة ويرجع على تويتر. طب والناس اللي شغالة، وبنتعرض للموت في سينا. نعم. بنتعرض للموت. عارف. الناس اللي شغالة في هذه الأعمال شباب رسالة، شباب صناع الحياة، كل الشباب اللي بيشتغل في الضلمة هم دول النشطاء الحقيقيين، دول اللي جيبوهم وتسألهم على الدستور، دول اللي جيبوهم وتسألهم على مجلس الشعب، مش التانيين. التانيين على عيني وعلى راسي، لكن احنا بنتكلم عن ناس بالفعل واخده هم مصر على اكتافها من فوق، هم دول النشطاء الحقيقيين اللي لازم. وهتشوف حضرتك في الفقره الاخيره جاي لك من الجامعات المصريه نماذج فعلا، مش النماذج اللي انتوا اللي بتكسر بالطوب والكلام ده، لا، الجامعات المصريه فيها شباب يبحث عن دور. يا مجلس يا اعلى يا جامعات، عايزين هذا. تفضل. اسف في الدور الفعال. لا 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 خالص، ده انا بشاور لهم هم يستنوا علي عشان الفاصل. فانا من فضلكم احنا محتاجين حد يحتوي هؤلاء الشباب ويرشدهم للدور الوطني المهم. احنا جنود كلنا، ودي كلمة أنا سني 70 سنة لسه ما كملتهمش، ولسه ما كملتهمش. أتمنى أعيش 10-70 سنة خدام لمصر،
مع شباب جميل بهذا الشكل. طب الشباب الجميل اللي ما اتكلمش الأستاذ محمد سعيد تمساح، قول لي وانت ناشط خيري دايما نسمع عن ناشط سياسي. اصل بيسالوه في الاعداد ايه 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 وظيفتك، قلت والله مش عارف. ناشط خيري. ناشط خيري ده ليه انا؟ خير. ناشط خيري يعني ايه؟ الحمد لله يعني اي مجموعه شبابيه بتعمل خير تلقاني فيها، مع صناع، مع بنك الطعام، اي حاجه. ناشط خيري. انت بتشتغل ايه؟ انا شغال في ميناء العريش، شركه خاصه تصدير رمل القزاز، بنصدر نعم. خام الرمل القزاز بتاعنا وبنصدره بره. قول لي ايه اللي انتم محتاجينه؟ خلي الناس تسمعنا، جايز اللي قلبه يرق او اللي يحس بانتماء ويقدر يساعد. يا رب، مين عارف في ليله مفترجه زي دي. اولا انا بالنسبه ممكن كلمه جميله وكلمه معبره جدا، يعني ان مفيش مستحيل، مفيش، كل حاجه يسيره جدا. المستحيل اللي ما كتبهوش لنا ربنا هو المستحيل بس. نعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول إن مع العسر يسر، مع، ما قالش بعد، لا مع. معظم الناس بتاخد العسر وبعد كده تدور على اليسر، لا احنا ناخد اليسر. كل حاجة سهلة، نوقع في مشاكل كتيرة، عقبات كتيرة، ولا إن الله في الانتظار. دي المقولة اللي كان يقولها لنا، اللي استشفناها من أعمالنا الكتير اللي عملنا الحمد لله. الشباب اللي كان يقولها لنا دكتور عادل. الدكتور عادل دايما بيقول لك ان الله في انتظارنا. احنا بنقول يا دكتور عادل ما في حاجات، يعني ايه، بنقف في مشاكل العقل البشري ممكن بيقول لك دي خلاص على كده السد، وسبحان الله تتيسر، لان النيه خالصه تتيسر. العقل البشري بيقول لك احنا في عقلنا خلاص ما فيش امل، وسبحان الله تتيسر. ليه؟ كيف ما تعرفش. احنا مثلا فكره خير، ليه فكره؟ بنقول ايه مع بعض شباب، ايه الفكره؟ في على المكان بتاعنا، المقر بتاعنا فيسبوك، ممكن في ناس من الصعيد، في ناس من البحر الاحمر تشاركنا، والله في فكره كذا، طب ما نجيب ما نعملها، فيش فلوس، تتدبر فلوس ازاي؟ الله اعلم. من عند ربنا. من عند ربنا، ده يسر ربنا. دول ما في نيه خالصه وفيه عمل، ان نيتك هتعمل. ربنا بيقول ايه؟ وقل اعملوا، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقل تكلموا. نعم. لم يقل وقل ايه؟ تكلموا. كلام كتير بس مفيش. طب قول لي عايزين ايه؟ قول لي محتاجين ايه من اللي انت شايفه من اعمال الخير يا رجل الخير؟ ايه اللي محتاجينه؟ نظرة لسينا بس. ايه النظرة دي؟ انا راجل من جنة، منقوص، لي 10 سنين في سينا، كنت بتمنى اشوف سينا، قريت عليها في التاريخ كتير. اول حاجة طبعا عبرت القناة، اول حاجه قريت الفاتحه للناس اللي حفرت دي بالفاس وبالغلق وماتت فيه. قناه تتحفر بالفاس والغلق، هو ده المصري، هو ده الفرعوني، ده اللي بنى الاهرامات. الناس بتروح بتشوف عشان تشوف الاجانب، ما بتشوفش الهرم ازاي اتبنى، ما فيش ونش، ما فيش لودر، اتبنى ازاي ده؟ نعم، عزيمه، ناوى انه يعمل عمل. احنا عاوزين نظره لسينا. انا اول ما دخلت ابص على سينا، ماشي ساعه بالعربيه، ساعتين كوم رمل يا استاذ خير. نعم. ازاي الاف ماتت عشان كوم رمل ده؟ الاف ماتت في 73 علشان كوم الرمل ده؟ لا، يبقى هم دول اللي ماتوا دمهم راح هدر. امشي سينا ما فيهاش صيف يا استاذ خير، صيف ما فيش، اراضي انا بقولهم لو جزجزت لب على الارض هيطلع. واحنا بنستورد قمح، حاج سلامه بيقول احنا قبل ما نجي المطر نزل بذرنا القمح والشعير وطلع في سينا على كده بدون اي. ما تتعبش نفسك. انت تتعب سينا. استاذ هيثم بيهز دماغه جنبك. خلي يهز براحته. تاني حاجه الشباب، احنا فكره خير، في مبادرات تاني، في يوم لله، في ابدا بنفسك، ناس لا جمعيه ولا مؤسسه، من نفسهم ابدا بنفسك. شافت الحيطان كلها الفاظ تستحي العين تبص ليها، راحوا جابوا البويه وجابوا الفرش ومع بعضهم صور المدارس، صور البيوت، صور، وكتبوا عليها ايات قرانيه، جمل محفزه لوحديهم كده مع نفسهم، مين يعرف بيهم؟ دول هم كتائب الخير، مش كتائب الشر اللي بتيجي على التلفزيون.
يجيبوا لي فيديو مصور وحاطط لي ملسم ويقول لي كتيبه مش عارف ايه وكتيبه ايه. لا احنا اذا كنتوا كتايب شر احنا كتايب خير. هي صح من غير ما تحمل سلاح. من غير سلاحها يد سلاحها العمل. وقول اعملوا فسيرى مين هيشوف العمل بتاعكم. الله ورسوله. في احلى من كده؟ طيب انا اللي الاستاذ هيثم ساعدنا. استاذ هيثم انت بتعلم الاولاد، قول لي معاناتك ايه كمدرس وقول لي قادر تعلمهم انت من جواك راضي ولا زعلان؟ وانا اصلا هو بس قبل ما ابدا عايز اوصل اربع رسائل معينه عشان بس نبقى كلنا على ارض الواقع. رسائل مباشره. الرساله الاولى يعني انا هقول لك اكبر صدمه يعني او يمكن اعتراف خطير. المفروض احنا مع الدكتور عادل، والدكتور عادل يعني النقابه بتاعنا احنا جماعه ارهابيه. احنا جماعه ارهابيه. الدكتور عادل يعتبر ان هو التنظيم. اه فعلا. عند مين؟ ما هقول لك احنا بقى ازاي بقى جماعه ارهابيه زي ما التوصيف كله، بس احنا نوصف بقى الوجه الاخر للارهاب. احنا ارهاب بنرهب مين؟ الفقر والجهل. دول المفروض احنا نرهبهم، واتمنى كل شباب مصر انها تساعدنا في كده. هنرهبه ازاي؟ بالعمل وبالعلم. المفروض ده بقى. طب انا بتوصف ان المنطقه دي ارهابيه؟ لا، احنا بقى تعالى بقى نوصف التوصيف كشباب سينا. التوصيف الجديد احنا ارهابيين بنحارب الفقر والجهل بابسط الاشياء بالعلم والعمل. الحاجة الثانية أنا عايز أقول دايما اللي هنقول إحنا عايزين نقعد على أرض واحدة، لازم نقول إن سينا لازم نفرق ما بين شمال وما بين جنوب. يعني أنا أصلا مش ساكن، إحنا في سينا واللي بيحصل دلوقتي في سينا مش في الغردقة ولا هو في شرم الشيخ ولا هو في نويبع. لازم برضو نبقى الناس للأسف يعني معظم اللي بيتكلم في تويتر وفيس البعد الجغرافي عنده صفر، بيفتكر إن أنا مثلا قاعد في شرم وأنا قاعد في السياحة. لا، أنتوا حياتكم زي الفل وتمام التمام. لا، لازم يعرف يفرق ان في حاجه اسمها شمال وفي حاجه اسمها جنوب سيناء. للاسف بيفتكرون ان يا عم انت في شرم انت هايص انت بتقول انتوا ايه المعاناه اللي عندكم. الحاجه الثالثه حضرتك ذكرتها اللي بيتكلموا من تحت المكاتب، للاسف برضو ان هم يعني بيقولوا ان هم اهل الثقه واهل العلم بالمنطقه. اللي عايز فعلا اهل الثقه عندي زي الدكتور عادل، هو ده الخبير الاستراتيجي اللي لما يطلع يتكلم انا المفروض كل الناس تبقى مصدقه، لان هو اللي نزل معايا على ارض الواقع. الخبير الاستراتيجي هو اللي اشتغل معايا على ارض الواقع وشاف الناس، مش من خلال دراسات انا ما اعرفش بتيجي منين. رابعا لما حفر قناه السويس كل الاعلاميين وكل الشخصيات العامه وكل السياسيين راحت تبارك الحدث، لان فعلا حدث جليل. لكن انا كان نفسي كمواطن سيناوي ساعه اخلاء شريط الحدود كان نفسي ان يكون في اعلاميين وسياسيين تطبطب على الناس دي، كان نفسي ان يكونوا متواجدين. حاولنا برضو عشان ما تظلمش، ولكن لا انا ما بظلمش، انا دي امنيه. احنا كنا حريصين وكنا حابين ومقدرين اللي بيعملوا اهالي سينا. بس كان في رؤيه امنيه ان وجودكم في هذا التوقيت مش مامون، واحنا مش عايزين نبقى مشغولين بتامينكم. بس يعني انا كان نفسي حتى يعني الناس ما تطلعش تقول اصل برضو احنا يعني احنا بنزعل، برضو من حق ازعل، من حق اتهم وحق ازعل ومن حق ارد برضو على ارض الواقع. انا ما بردش بكلام، انا برد بعمل. تمام. الكلام للاسف هو اللي بيظهر والعمل هو اللي بيبقى معتم عليه شويه. يعني احنا في مبادره حضرتك اللي استضفتنا والحمد لله وكانت لنا الفرصه. اتمنى بقى ان يعني المجتمع المدني بقى يفضل يعني يبحث عنا شويه نظهر للنور. تمام. واحنا مقدرين على فكره، وطول الوقت بنقول ان احنا مقدرين اهالينا اللي على شريط الحدود اللي قبلوا انه يسيبوا بيتهم. ما فيش حد هيسيب بيته مبسوط ابدا. بالزبط. ولكن الاحساس بان ده علشان البلد في محنه فقابلين ده احنا، ده شيء كبير قوي، وكان نفسنا نكون معاهم والله. وانا بقول لك على الهوا وكلمت الجيش وطلبت ان اسافر تاني يوم، وقالوا لنا امنيا صعب دلوقتي، وانا متاكد ان زمايلي سعوا لده. يعني اتمنى كان الناس عايزه حطيب خاطر يعني برضه طبعًا. الارض اللي نسيبها 40 سنه 50 سنه حضر فيها 3 مرات احتلال. صعب ان انا ما ارتضيتش الاحتلال وباركت له انه يطلع من هنا، وكزي ما بقول قصرت وراه اقول زي ما بيقولوا بالعاميه ان انا اطلع منه. كان نفسي الناس تطبطب علينا مش اكتر. انا مش من سكان رفح، لكن انا اول واحد كان نفسي لما قبل الحظ ما تقفل اروح اشيل مع الناس عفشها اقول لهم تعالوا اتفضلوا، احنا اهل واحده كنا في المركب واحده. طبعا انا فيش في سينا بس اللي انا متضرر، مصر كلها متضرره. خلينا نعتبر ان النهارده هو بدايه الطبطبه والتقدير. تمام. يعني مش طبطبه بس، احنا مقدرين انتوا ايه وبتعملوا ايه. تمام. ومقدرين حد زي الشيخ سالم وحد زي الاولاد الورد دول اللي انتوا يعني انت بتعمل عمل ربنا هو اللي هيجزئك عنه فعلا، ومصر مش هتنسى لك ده ولا هتنسى لاي حد بيزرع فيها حبه قمح. يعني انا مبسوط بيكوا قوي يا اولاد، هتخرجونا ب الاولاد دول هيجوا معانا في حفر القناه الجديده ان شاء الله. الاولاد دول بتوع رفح
مصرين يكونوا معانا في حفل القناة. واحنا معاكم هنتابع كمان، وهسيب شيخنا تختار يطلعوا بايه. بس عايز اقول قبل ما اطلع، بعد الفاصل هيكون هينضم الي الدكتور عادل، دكتوره نوى الخطيب عميد كليه العلوم الاداريه باكاديميه السادات، دكتوره هدى اباظه وكيل اداب عين شمس، ومجموعه من طلاب الجامعات، وهنسمع كلام مختلف، وهناخد تليفونات. اللي عايز يمد ايده او يتعلم او يطبطب اهلا وسهلا بيه. تحب نطلع يغنوا لنا ايه قبل ما نطلع؟ مفيش احسن من انا مصري. انا مصري، يلا 1 2 3 مسلم انا مصري دايما انا مصري انا مصري دايما انا مصري في جد ولعبي انا مصري في فرحي وحزني انا مصري في جد ولعبي انا مصري في فرحي وحزني انا مصري في دمي ولحمي انا مصري انا مصري دايما انا مصري انا مصري دايما انا مصري في شبابي والله انا مصري في قهوتي ايضا انا مصري في شبابي والله انا مصري في قهوتي ايضا انا مصري وستفنى حياتي وانا مصري انا مصري دايما انا مصري انا مصري دايما انا مصري ولا يوم ابدا نسينا دم الابطال في سينا ارض الفيروس في بلدي شفت كتير يا بلدي كله بيروح لحاله واللي يتبقى بلدي اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. بنواصل في ختام تلك الحلقه او هذه الحلقه، بنواصل تفاؤل وامل ورؤى ومبادرات وافكار. معايا 2 من الاساتذه الكبار، ومعايا مجموعه الشباب بتوع قافله شعاع الخير، وانضم الينا بعض الطلاب وبعض مدرسين الجامعه. برحب بضيوف الاعزاء، دكتوره نهى الخطيب عميد كليه العلوم الاداريه باكاديميه السادات. اهلا وسهلا دكتوره نهى. دكتوره هدى اباظه وكيل اداب وكيل كليه اداب عين شمس، اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن تساعدوني وتعرفوا نفسكم؟ استاذه دينا محمود عبد الله، معيده في كليه التجاره جامعه الزازي. الاستاذ محمد شميس، مدرس مساعد بقسم الاداره العامه اكاديميه السادات. باسل ابو الصعود، رئيس نشاط دريم وزاس باكاديميه السادات. محمد علي رضوان، عضو قفاه شعاع الخير بكليه التجاره. انجي حسام، كليه صيدله جامعه اليابلس. افضل فريد، كلية إدارة أعمال واقتصاد جامعة اليابلس. ياسين الشريف، كلية هندسة جامعة اليابلس. خلود أحمد، تمهيدي ماجستير تربية، عضو في شعاع الخير وعضو في صناع الحياة. جورج الشريف، طالب بالفرقة الرابعة كلية الأداب قسم اللغة الفرنسية عين شمس. تفضل. أنطونيو خالد، فرقة الرابعة كلية أداب قسم فرنسي عين شمس. حواطف، الفرقة الرابعة قسم إعلام شعبة صحافة عين شمس. زمر يعني. محمود علي مرسي، قافلة شعاع الخير. أمنية سيد أحمد، عضو في قافلة شعاع الخير. يا أهلا وسهلا بكم. طيب دكتورة نهى،
ممكن تكلمينا عن فكرة المبادرات انتوا كأكاديمية خاصة كجامعة؟ الدكتور عادل القاسم طول ما احنا بنتكلم مصر على دور الجامعات، دوركوا ايه في المبادرات؟ دوركوا ايه مع سينا؟ واحنا النهاردة حلقتنا عن سينا كنموذج ككنز في مصر مش عارفين نستغله، الكنز المظلوم. طيب اسمح لي اقول لسيادتك الاول ان احنا اكاديمية السادات للعلوم الادارية، احنا جامعة حكومية وليست جامعة خاصة. تمام. احنا يعني المبادرة عندنا شيء اساسي في تحركنا، واحنا كنا المبادرين بان احنا نصحب طلاب اتحاد الطلاب عندنا لزيارة ممر القناة، وكنت بستهدف من الزيارة دي عدة امور. اول حاجة نبذ الفرقة والاختلافات اللي نشبت نتيجة الاتجاهات السياسية المختلفة. نمرة اتنين ان انا حبيت انمي عندهم الولاء والانتماء لبلدنا، وان احنا بننتمي للبلد وليس للافراد. نمرة تلاتة ان انا حبيت اوريهم التطبيق الفعلي للعلوم اللي احنا بنعلمها لهم، لا سيما علوم الإدارة بالذات، وقد كان بالفعل. فإحنا لما طلعنا الرحلة دي استفدنا حاجات كتير جدا حققناها، وكان في عدة دروس في مجال الإدارة لو حضرتك الوقت هيتسع ان احنا نسمعها. هو يا ريت تختصر. لكن احنا انا اختصر، نقول مثلا على سبيل المثال أهمية زي ما احنا بنعلمهم أهمية ان يكون في رؤية يلتف حولها الجميع، ها، عشان كلنا نتجه دلوقتي صوب البناء وايه والتعمير. نمرة اتنين احنا دايما بنعلم الطلاب بتوعنا ان احنا لازم نكون اهدافنا طموحة جدا، لان الهدف الطموح هو اللي بيشحذ الهمم وبيستنفر الحد الاقصى للطاقات. فبالتالي احنا كنا بنعلمهم مثلا نعمل تجربة لفريقين قصاد بعض، في نفس الوقت نكلف فريق بمهمة ونكلف فريق تاني بثلاث اضعاف هذه المهمة في نفس الوقت. الفريق اللي كلف بالمهمة أنجزها بالعافية في الوقت المحدد، بينما في نفس الوقت اللي كلف بثلاث أضعاف المهمة عمل أكتر من ثلاث أضعاف. فمثلا لما تلاقي ممر القناة يقول إحنا هنعمل المهمة دي اللي بتاخد ثلاث سنين إحنا عايزين نعملها في سنة، يبقى أنا شحست كل الهمم والطاقات وخليت استنفرت كل الطاقات بأقصى طاقة ليها في تحدي إيجابي. النقطة الثانية ان انا شفت بعيني توزيع الادوار على فرق العمل وكيف يكون قيادة فريق العمل. احنا لما وصلنا هناك كان في معاد لتغيير الورديات، فالقائد اللي كان استلم الوردية الجديدة قلنا له من فضلك كلمنا اللي بيحصل، فقال لنا لا انا دلوقتي ربع ساعة بس لاني ماسك في ايدي كروت وكل كارت مكتوب عليه اسم شخص والادوار اللي لازم يقوم بيها، فبدأ ان هو يوزع الادوار. فاللي احنا بنعلمه للطلبة لقيناه. الحاجة التانية كمان أو الرابعة أو الخامسة إن المكاسب سريعة المدى. أنا دايما لما أقول يا أولاد إحنا بنبني مصر وبعد 50-60 سنة استنوا هتشوفوا مصر بشكلها إيه، لا أنا عايزة لما حبني ل50 و60 سنة أكون في تخطيطي إن أنا أعمل مكاسب سريعة المدى يشوفها الناس كأمارة إن المستقبل ماشي في الطريق الأفضل، وفي نفس الوقت إيه بتضعف موقف المشككين من فشل أي حاجة عظيمة أنا بعملها. نخش على المبادرات بقى عشان انا طيب مش عايزه المبادرات. يعني فضل. من المبادرات وعايزين نجني حصاد الحلقه دي، فنشعر ان احنا عملنا حاجه. معايا الاستاذ الدكتور معز الشهدي الرئيس التنفيذي لبنك الغذاء والشفاء. مساء الخير يا دكتور معز. مساء الفل يا استاذ خالد، وانا بشكرك جدا، يعني الشكر قاعد يوصلكم على الجهود اللي بتبذلوها، بس احنا طمعانين وعايزين اكتر، فقول لي طبعا. فرحني وقول لي هنعمل ايه. واول حاجه انا عايز اقولها ان انا في الحلقة دي أنا جندي تبع الدكتور أستاذي ومعلمي الدكتور عادل قاسم، أنا باخد تعليماتي منه. الفريق العمل بتاعي بيستمد القوة والنشاط والأداء منه، وكذلك أنا، واللي هو بيؤمر به أنا حاضر، يعني هو هيؤمرني. أنا طبعا اتفرجت على البرنامج وبشكر حضرتك فريق العمل. تمام. يعني النظرة الإيجابية اللي موجودة والتفاؤل، أنا كده أنا تحت أمركم في كل حاجة، من توفير الإمكانيات للكتاب للشيخ سلامة كويس وغيره، الوجبة إن شاء الله بنوفرها، الكراريس والاحتياجات موجودة، وأي حاجة الدكتور عادل بيأمرني بيها أنا حاضر. طيب الدكتور معز عادل قاسم قال كلمة اتفضل. ان احنا على راسه، لا هو اللي على راسه، ربنا يخليك. دكتور معز
حلوة قوي ان الحاجات اللي طلبت في الحلقة تتعمل، وده جهد منكم رائع. الكلام عن المشاركة في بناء مدرسة مجمعة فيها مستشفى صغير، فيها حاجة تقدر تخدم على البلد، انا عارف ان ده مش من اختصاص بنك الطعام قوي، ولكن لو حبينا نوسع الدايرة شوية هل ممكن يبقى لكم دور في ده؟ اكيد اكيد. طيب رائع. يعني احنا منتظرين مثلا ان المحافظة توفر لنا قطعة ارض فنبتدي نتكلم عن مساهمات لبناء هذه المدرسة، نبتدي نعمل فاند ريزنج بحيث ان احنا فعلا نبنيها وتتوجد. واللي انا عايز اقوله لحضرتك ان من ضمن برامج بنك الطعام التنموية ان احنا بنأهل الناس للوظائف اللي المجتمعات محتاجها، وان شاء الله هنركز في منطقة سيناء ان احنا نوفر فرص عمل بتأهيل الناس اللي ممكن يشتغلوا الأعمال ديت إن هم يأدوها بحيث إن يخدموا المجتمع والمجتمع يخدمه. بشكرك جدا يا دكتور معز، ده كلام رائع وعظيم، دايما بنلاقيكوا قبل ما نعوزكم، كنتوا سابقنا بخطوات. تسلم لي. الله يخليك. مهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا أستاذ خير. أهلا يا باشمهندس. أنا بحييك طبعا في البداية على الحلقة العظيمة دي، وهو ده دور الإعلام الحقيقي اللي احنا متوقعين ومنتظرين. ربنا يخليك يا سيادة النقيب، تفضل يا فندم. احنا طبعا استمعت لهذه الحلقة العظيمة، واحنا مع الدكتور عادل قاسم، وانا بقول ان نقابة المهندسين وهي نقابة عظيمة وقوية ستكون مشاركة في كل ما يطلب منها. احنا جاهزين للتعاون الفني والهندسي والاستشاري لمدينة رفح الجديدة ولأي مدرسة، وزملائنا عندنا نقابة عظيمة في العريش ونقابة في الإسماعيلية وفي بورسعيد والسويس، ودول هيكونوا هم مجال التعاون المباشر الممثلين لنقابة المهندسين المصرية مع كافة مشروعاتكم في سيناء اللي احنا بنعتبرها هي خط الدفاع الأول، واللي أنا مقتنع ويعني ومتفائل بكل ما قيل النهارده. طيب ده كلام مبشر جدا، بشكرك جدا مهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين. الحاجة سيادة عامر، أهلا وسهلا. مساء الخير يا خيري. مساء الخير. ازيك حبيبي؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. الحاجة سيادة محمد إسماعيل عامر، أهلا وسهلا. أهلا طالعة معاش وكيل تربية وتعليم. أهلا أهلا. بص يا سيدي، أنا عندي إمكانيات إن أساعد الأولاد دولت حبايبك اللي معاك دلوقتي اللي أنا قاعدة بتفرج على البرنامج. كويس قوي. عندي امكانيات ماديه يا خيري، عندي امكانيات عائليه، بس انا دلوقتي مش عارفه احصر دماغي. يعني امكانيات ماديه ممكن ابعت لك 5 ابعت لك 10، بس انا لا بنزل ولا بروح البنك، حد يجيني هنا. انت دايما هنبعت لك حد لحد عندك. متشكره يا خيري، ربنا يخليكي. وبعدين نبقى نقعد نحسب العين ده ونشوف ممكن يكون ازاي. طب حبيبي انا حاسب لك نمرتي عندك. ماشي يا حاجة. موبايلي 010010. لا لا بلاش على الهوا، بلاش على الهوا، بلاش على الهوا، مش هتنامي، مش هتنامي، نمرتك عندنا خلاص. متشكر يا حاجة جدا، ربنا يخليك معنا. نعم. طيب انا هرجع لحضرتك تاني حسب الوقت بقى. دكتورة هدى، ايه كيف يمكن، يعني حد بعت لي بيقول لي طب انا مشاهده دلوقتي وعايز اساهم، عايز اعمل اي حاجه مش عارف اعمل ايه، يعني كلام انا حاسه بيه قوي متعاطفه جدا بس مش عارف اعمل ايه، ازاي بتقدروا تحفزوا الناس او يساعدوا ازاي؟ بالنسبه للناس في خارج الجامعه، ده خارج اختصاصنا، لكن انا هتكلم على الجامعه. تولدت عندي قناعه من فتره مش طويله انه العمل التطوعي هو وحده اللي هيقدر يجمع الفرقاء، لكن فكرة مساهمة الجامعة في مشروع قناة السويس أو محور تنمية قناة السويس جات الحقيقة الواحد لازم يرد الفضل لصاحبه من الدكتور عادل قاسم، وتتلخص في نقطتين سريعة جدا. تمام. فكرة إن احنا ننظم زيارات منتظمة للقناة عشان نرجع بحصيلة من الصور موجود الطالب فيها، بحيث إنها تكون على سبيل الشهادة على مراحل تطور القناة، ويكون في مكان لعرض هذه الصور في الحرم الجامعي. والفكرة الثانية أنه نرصد الظروف المعيشية للعمال هناك ونرجع بمقترحات على كيفية تحسين هذه الظروف المعيشية. حتى الآن ما حققناش ولا زيارة رغم الإقبال الهائل من الطلبة على زيارة القناة. عندنا أسامي وأسامي حتى الآن لأسباب كثيرة مش وقته دلوقتي ما قمناش بولا زيارة.
وعايزه اقول حاجه تانية، ان الحقيقه اداره الجامعه مش مرحبه جدا، يعني عرضنا عليه هذا المقترح مكتوب ومرحبه جدا وعلى اتم استعداد في المشاركه، يعني الامر ما هوش صعب، والطلبه زي ما قلت مقبلين اقبال كبير جدا على الفكره نفسها. طيب انا مدين لكم جميعا بالاعتذار، انا وقت خلص ومع ذلك حدي للشباب اللي ما اتكلموش يعني باقصى سرعه ممكنه، عشان انا هتفصل من المحطه وعماد ربيع هيوديني في داهيه، يعني انا خدت منه تلت ساعه كده. ولا حتى المبادرات؟ ما هحاول مبادره حتى. طيب واحده. طيب حاضر، اديهم فرصه وبعدين اخد المبادره من حضرتك. حاضر، اتفضل يا دكتور. اللي ما اتكلموش، اللي اتكلموا خلاص عاشوا معايا. لا هي كلمت الدكتوره، اتفضل. حضرتك احنا بالنسبه للاكاديميه كحد بينتمي للاكاديميه بنبدا اول حاجه من حيث المقررات الدراسيه. المقررات الدراسيه عندنا فيها بعض المقررات اللي بترتبط بواقع المجتمع، بنحاول من خلالها ان احنا نلقي الضوء على القضايا والمشروعات القوميه بحيث ان احنا نجمع الطلبه على بعض المفاهيم زي الولاء والانتماء للوطن. من ضمن ايضا الحاجات اللي احنا بنعملها ان احنا بنعقد عدد من المؤتمرات والندوات اللي من خلالها بنحاول ان احنا نطلع بعض المقترحات والحلول للمشكلات والقضايا اللي بتمس الوطن المجتمع. طيب حلو. انا هتكلم عن دريم وزاز. دريم وزاز هي نشاط طلابي موجود في اكاديميه السادات. لحد دلوقتي هو موجود في 4 فروع، فرع القاهره وفرع المنيا وفرع بورسعيد وفرع اسكندريه، على الرغم ان هو استمر لمده عام واحد الا ان هو قدر يعمل اكتر من ايفنت زي حمل الكساء في قريه ابو النمرس في اول طريق الصعيد. جمعنا 5000 قطعه لبس ونزلنا وزعناها على القريه هناك، يمكن في صور في الاعداد فوق. نزلنا وزعنا الحاجات دي عن القريه وبدانا ان احنا نعمل حمله اطعام لنفس القريه. عملنا اوتنج لينا في الاوبرا بحيث ان احنا ندعم الجو الثقافي للطلبه عندنا، وان شاء الله بنحاول نفتح فروع في فرع القاهره وفرع عين شمس ان شاء الله على قد ما نقدر. ان شاء الله، اتفضلي. احنا في الطلبه في جامعة اليوبلس، تمام، جامعة التنمية المستدامة. فكرة التنمية المستدامة نفسها بتنقسم لأربع محاور. المحور الأولاني هو الاقتصاد، إزاي إن أنا كمستثمر عايز أكسب فلوس، عايز إن أنا أعمل بيزنس وأكسب فلوس منها، إن أنا أعمل حاجة ما تضرش الناس، أعمل حاجة تفيد المجتمع، مش عشان أكسب لي قرشين إن أنا أعمل حاجة تجيب للناس أمراض يأكلوا أكل مش مظبوط. ده جانب اقتصاد. في منه برضو إن كل شخص يكون حاصل على جزء عادل من الربح يكفي لاحتياجاته واحتياجات أسرته. الجزء الثاني جزء البيئي، ازاي ان انا في الشغل اللي هعمله ما ضرش البيئه، احافظ على الارض مظبوطه، مش ازرع زراعه فيها كيماويات، ان انا احافظ على الموارد اللي موجوده للاجيال اللي جايه، احاول ان انا اعمر الارض، وده الهدف الحقيقي للناس مش ان احنا نخربها يعني. الجزء الثالث هو جزء الثقافه والتعليم، ان انا اعلم الناس فكره التنميه المستدامه جوه المدارس، ان انا اعلمهم الفنون، مش بس العلم وخلاص. العلم مهم جدا لكن ما بتظهرش فايدته الا مع وجود الفن كمان. في برضو جزء اخير هو فكره الحقوق والواجبات، ان كل يعني كل شخص في المجتمع يكون فاهم ايه الواجبات اللي عليه المجتمع اللي هو موجود فيه، وايه الحقوق بتاعته، والقانون يكون موضح. ده الجزء اللي يخلق التنميه الشامله، ده اللي احنا بنتعلمه عندنا في الجامعه. وفي مبادره سيكم، هي المؤسسه اصلا للجامعه، هي حققت ده في الشرقيه من حاجه و30 سنه ابتدت تعملها. كانت الاول باديه بزراعه حيويه، وصلت دلوقتي ان في مدارس وشركات وفي مجتمع صحي. بننمي المجتمع بان الفرد المجتمع الجامعه الفرد بالمجتمع. الفرد بيشتغل هو نفسه في المجتمع، يتنمى في نفس الوقت، يعيش في بيئه صحيه، يبتدي ان ده ينقل ده المجتمع. ونفس الكلام ده ابتدى في سينا من 7 سنين، ان في 1000 فدان استصلحناهم هناك، خدوا استثمارات ضخمه جدا، وابتدى ان يبقى في بدايه لمجتمع مشابه للي موجود في الشرقيه، هيتواجد قريب ان شاء الله باذن الله. اتفضل. الناس كانت يمكن بتسال ازاي انا كطالب في كليه الاداب اقدر اساهم في مشروع زي ده. انا عندي فكره بسيطه جدا. كان الدكتور عرض كروكي عن المركز اللي بيتم يعني هيتم انشاؤه ان شاء الله. من ضمن الافكار كان في مكتبه، فازاي يا جماعه هيبقى عندنا مكتبه من غير ما العامل هيعرف يقرا؟ فانا كطالب في كليه الاداب اقدر مع زمايلي اقدر انظم فصول لمحو الأمية عشان، وكنا فعلا نفذنا ده مع الدكتوره هدى اباظه، ان احنا عملنا فصول لمحو الأمية في حي الويلي، فاحنا نقدر نحقق ده ان شاء الله في قناه. حاسس ان ليك دور، تقدر تعمل حاجه بالتغيير اللي هيروج للثقافه. بالظبط ان شاء الله. اتفضل.
انا بصفتي طالب يعني انا لما سمعت ان ممكن الطلبه تشارك في المشروع ده انا يعني جه في بالي ان احنا ممكن يعني نحسن في المشروع مثلا نشوف مثلا العمال بيشتغلوا ازاي كده نشوف يعني نشوف وضعهم في المشروع عامل ازاي كده وبرده الفكره ان هو نعمل فصول محو مادي بصفتنا طلبه يعني نشارك في تحسينه مثلا طلب عمال مثلا مش متعلمين مثلا بيشتغلوا ممكن مثلا يتعلموا في مكتبه مثلا ممكن يستفيدوا بيها مثلا يقروا يعني يستفيدوا بالحاجات الموجوده مثلا عمال مش بيعرفوا يقروا نعلمهم قراءه وكتابه مثلا يعرفوا يقروا ومتعلمين يعني مثقفين مثلا ومش تمام اتفضلي. بالنسبه لان انا بدرس اعلام اصلا فاحنا القسم عندنا فيه امكانيات ان كل زياره الجامعه تعملها يطلع طالب صحافه وطالب تلفزيون وطالب علاقات عامه يصوروا من هناك ويعملوا تقارير حية. نقطة تانية القسم يعمل مشاريع تخرج عن قناة السويس أفلام وثائقية بالتعاون مع أقسام تاريخ. طب دلوقتي تستفيدوا بقى إيه؟ تفيدوا المجتمع إزاي؟ تاريخ وآثار. هنعرض الأفلام دي على الناس. إحنا بنعرض كل سنة بنعمل مهرجانات بنعرض فيها الأفلام دي على الناس. كويس. دلوقتي الناس لما هتشوف الأفلام دي هتعرف إيه اللي بيحصل هناك. ساعدوا في زيادة الوعي. هنساعد في زيادة الوعي. إيه هي قناة السويس؟ هتعمل إيه؟ هنركز على ما وراء الحدث أكتر من نركز على الحدث نفسه. مش هنركز على القناه نفسها دلوقتي. طيب بعد انا يعني كده مبادره انا مش مكتفي. طب المبادره مبادره انا مصره ان اكاديميه السادات تكون دايما شريك اساسي وفاعل رئيسي في كل المشروعات التنمويه. انا هطلق مبادره حاليا ان انا وعده زملاء افاضل من عندي اعضاء التدريس ومعاونيهم جاهزين للتطوع ب تقديم برامج تدريبية في مجال التنمية البشرية في كل أنحاء مصر ونبدأ بسينا وهبدأ بنفسي تحت قيادة الدكتور عادل قاسم ونبدأ فورا. ده مبادرة جميلة رائع. أنا كنت حاضرة مبادرات كتيرة لو حضرتك تكتفي. لا للأسف ما أنا حيطاو علي دكتور عادل الختام لك قبل ما نقول يا أحلى اسم في الوجود. الختام أن أنا عايز أقول لمصر هم دول شبابك هم دول الورد اللي فتح في جناين مصر وهو ده الورد اللي هيفتح جناين مصر. احنا قمنا بدورنا قصرنا او انجزنا لكن هم دول الامل. احنا جايبين عينة للأسف لو كان المكان ياخد كنا هنجيب اكتر من كده بكتير. والوقت احنا طالبين ساعتين ونص عامل ايه تاني. احنا طالبين من خلال المنبر بتاعك لو تتوسط لنا في زيارة جماعية يوم جمعة لممر القناة نروح نعايش العمال أو الفريق ما مينش أهو سمعنا نروح نعايش العمال ويختار لنا الحتة اللي هنبتدي فيها أول مركز خدمات جامعي. أنا جات لي فلوس تبرعات من زميلات وزملاء في الكلية علشان نقدر نبني هنبنيه كأساتذة مراكز خدمات للموظف للعاملين هناك. أيوة كويس. احنا والشباب ان شاء الله هنعمل هذا الكلام. انا بهني مصر ان هم دول ولادها ومصر بعد كده ان شاء الله مش هتدمع وهترفع دماغها واجمل شباب واطفال انتوا شفتوهم وهو ده الوجه الحقيقي اللي مطموس في مصر وهم دول النشطاء الحقيقيين. بنشكرك ونشكر جهاز الاعداد اللي احنا ازعجناهم بما فيه الكفاية وبنعتذر لك انك هتتفصل. معلش هشوف لي قناه ثانيه هنعملها في قناه السويس وهنقول في الاخر برضو ان مصر تستحق مننا كل ده ان شاء الله لانها احلى اسم في الوجود. فنقولها مع بعض ان شاء الله في جمله. يلا 1 2 3 يا احلى اسم في الوجود يا مصر يا اسم للخلود يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر مصر مصر تحيا مصر. صباح على خير.